يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في اهتمام كبير بالقمة المصرية التركية وزيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة، واللي بتفتح صفحة جديدة من العلاقات بين دولتين ليهم وزن وثقل سياسي كبير في المنطقة. أعتقد أن التقارب في العلاقات والتنسيق والتفاهم ما بين مصر وتركيا بيمثل نقطة تحول كبيرة في الشرق الأوسط على كافة المستويات. ده حقيقي، يمكن عدد كبير من المراقبين والمهتمين بالعلاقات الدولية شايفين أنه زيارة أردوغان بتعكس رغبة رئيس تركي في إحياء أواصر الصداقة بين البلدين، أيضا تعزيز التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي السياسي والإقليمي، وبتعد كمان تقدير من أنقرة لدور مصر المحوري في المنطقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصها أيضا على الأمن والاستقرار الإقليمي. ما ننساش كمان أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة وبتحمل العديد من الملفات المشتركة، خصوصا في ظل التطورات الخطيرة وغير المسبوقة اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها طبعا الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي قطاع غزة، إلى جانب تعزيز التشاور حول الملف الليبي والملفات المتعلقة بمنطقة شرق البحر المتوسط. عشان كده كان في اهتمام وتغطية واسعة من الصحف الدولية لهذه الزيارة التاريخية. على سبيل المثال، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت أن زيارة أردوغان لمصر تعد دليل على عودة العلاقات المصرية التركية لمصرها. ووكالة رويترز قالت أن حرب غزة كانت على رأس جدول أعمال المحادثات بين الرئيس السيسي ونظيره التركي بجانب ملفات الاقتصاد، التجارة والسياحة وأيضا الطاقة. أما الصحف القبرصية فوصفتها بالزيارة التاريخية لتعزيز العلاقات بين مصر وتركيا، وهي بالفعل زيارة مهمة جدا وهيكون ليها انعكاس كبير على كل المستويات في الفترة القادمة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباح الخير والسعادة عليكم، وصباح الخير يا مصر. طبعا الثلاث اربع ايام اللي فاتوا كان الجو لطيف نوعا ما، بالنهار كان فيه شمس ويمكن شمس صيف كمان يا جمانة. صحيح. لكن بالليل كان بيبقى الجو برضو برد لكن مش قوي. لكن امبارح وبتحذيرات طبعا هيئه الارصاد الجويه قالوا ان الجو هيكون صعب، وبالفعل امبارح كان فيه امطار غالبا كده في كل المحافظات. عايزين نطمن اكتر على حاله الطقس، خلينا نروح لهال عشان نعرف منها مزيد من التفاصيل. صباح الخير عليك يا هال. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل بيشوفونا. فعلا هو في حاله عدم استقرار بدات من امبارح ومكمله معانا كمان لغايه بكره او يمكن حتى لبدايه الاسبوع. طبعا دكتوره منار هتقول لنا على التفاصيل. دلوقتي احنا هناخد مع حضراتكم جوله سريعه في احوال المرور بما ان انتم بداتوا تنزلوا دلوقتي في شوارع مصر، وطبعا هنبدا جولتنا من محافظه القاهره تحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المروريه على كوبري اكتوبر بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر الطريق بيشهد كثافة مرورية. أيضا هنروح كده لشارع رمسيس، بيشهد الشارع كثافات مرورية تبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مائي والمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وفي كثافات مرورية هناك بسيطة ومتقطعة. هنستكمل جولتنا دلوقتي في محافظة الجيزة، الطريق الدائري حاليا بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات. بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر فبيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين ففي بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. هنروح شارع الهرم هنلاقي إن في كثافات مرورية نسبية، والكثافات دي طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وهتظهر كثافات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. في محافظة الإسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانليا وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة.
نكمل مع حضراتكم جولتنا المرورية ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. وكده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. في أمطار غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد. مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر وخليج العقبة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد. بالنسبة لدرجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 28، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 12 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية وكعادتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ معاكم أولى فقرتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته بمطار القاهرة الدولي. وعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بمطار القاهرة الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته. حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة تلتها أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية ويثري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرث الحضري والثقافي العريق للشعبين الشقيقين. بعد انتهاء جلسة المباحثات عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أردوغان، وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهده العلاقات التجارية من نمو خلال الفترة الماضية. كمان تم التطرق لعدد من الملفات الإقليمية خصوصا ما يحدث في غزة والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم ونتابع كلمة سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا، ويهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مضطرداً خلال تلك الفترة. فمصر حالياً
الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين. وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون. السيدات والسادة، أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة، بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة. وأعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد. ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشعبة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار. وختاما، فأنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في إبريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك. مرة أخرى أرحب بك فخامة الرئيس، وأرجو أن تتفضل بإلقاء كلمتك. في سياق متصل وفي كلماته في المؤتمر الصحفي، قال الرئيس أردوغان أنه سعيد بزيارته للقاهرة ووجه الشكر للرئيس السيسي، وتحدث عن أنه تركيا تتقاسم مع مصر تاريخ مشترك يزيد عن 1000 عام، وأعرب عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من كلمة الرئيس أردوغان ونرجع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın mensupları, فخامة الرئيس والسادة والسيدات الإعلاميين، أحييكم بكل محبة واحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني سعيد بأن أكون هنا في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة وهي 12 سنة، وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي وجميع الإخوة المصريين على حسن الاستضافة والحفاوة. قبل الحديث عن حديثي
أيضا تفاصيل لقائنا هنا أود أن أعرب عن تمنياتي بالشفاء العاجل للذين أصيبوا في مدينة أرزنجان التركية. وللأسف الشديد هناك وفيات 9 من أيضا العمال في المنجم قد فقدوا أرواحهم، وأعمال البحث مستمرة، ووزير الطاقة ووزير الداخلية قد كلف بأداء مهمة هناك، متابعة الأعمال أيضا، ونحن نتلقى معلومات. و349 مختص إلى جانب 886 أيضا من فرق داعمة وأدوات مستعدة، مثل 44 مولد طاقة وأكثر من 300 أدوات وآلات للإنقاذ، إلى جانب 6 طائرات مسيرة تعمل هناك. ونحن سنعمل حتى نصل إلى هؤلاء المواطنين، وأسأل الله أن يحمينا من جميع الآفات والبلاوي. كمان امبارح وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ما بين مصر وتركيا. وضيفي الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. السيدات والسادة، تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر لتمهد لمرحلة جديدة بين البلدين، ولتبحث في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة. وفي إطار استمرار التقارب بين البلدين وتتويجاً لمسيرة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، يتفضل الرئيسان بالتوقيع على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا. Hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti Türkiye ve Mısır arası işbirliğinde ve ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı mahiyetindedir. Küresel ve bölgesel konuların beraberce ele alınması ve müzakere edilmesinin yanı sıra, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yüksek düzeyli işbirliği mekanizmalarının tesisi açısından bu ziyaret büyük önem arz etmektedir. Ülkeler arası yakınlaşmanın devamı ve ilişkilerde normalleşme sürecinin taşlandırılması bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yeniden tesisine ilişkin ortak bildiriye Cumhurbaşkanları imza atacaktır.
بنفس السياق رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان قرينة رئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: وإنني إذ تشرفت بلقائها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديثا زاخرا بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن. وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: قمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال، وهذه زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر، وأتطلع لتعزيز سبل التعاون بيننا في شتى المجالات. لسه مع أبرز وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها أيضا الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى بدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توافر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به في وقت الأزمات في إحداث توازن للسوق. كمان امبارح تم الإعلان عن نجاح مصر في استقبال أول صورة من البيانات اللي تم التقاطها من القمر التجريبي ناكسات 1 بالتعاون مع شركة بي اس تي الألمانية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيا الفضاء في مصر وبناء القدرات والبنية التحتية لهذا القطاع التكنولوجي المتطور. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف توافر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به وقت الأزمات في إحداث توازن في الأسواق. وجه مدبولي خلال الاجتماع بعمل خطة متكاملة تتضمن إمكانيات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة وفول الصويا، وأيضاً ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي يمكن ضخه في حالة حدوث أي أزمة لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار مع الاستفادة من الساعات التخزينية المتاحة لدينا. امبارح تم الإعلان عن نجاح مصر في استقبال أول صورة من البيانات اللي تم التقاطها من القمر التجريبي ناكسات 1 بالتعاون مع شركة بي اس تي الألمانية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الفضاء في مصر وبناء القدرات والبنية التحتية لهذا القطاع التكنولوجي المتطور. امبارح تم الإعلان عن ترأس السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 44 لأعمال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي المجلس التنفيذي. وتركز الدورة الحالية لأعمال المجلس على مراجعة وتقييم أنشطة الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي، وهينظر المجلس في التقارير الخاصة بأهم أنشطة السلم والأمن وتقييم الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة التنمية 2063 والتقرير النهائي للإصلاح المؤسسي والتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة القارية، ده إلى جانب مراجعة ما تم في المجالات الموضوعية ذات الأولوية للقارة وعلى رأسها الأمن الغذائي وتغير المناخ وتحول الطاقة ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن التقارير الإدارية الخاصة بموازنة الاتحاد الإفريقي وأولويات الإنفاق والتوظيف. بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي الغربية تم الإعلان عن انضمام مدينة زفتة لقائمة شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وفي سوهاج تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعي ل 76 سرير. كمان امبارح في أسوان تم الإعلان عن إحلال 1700 سيارة لتحديث منظومة النقل الداخلي. في البحيرة تم تنظيم قافلة طبية قامت بإجراء الكشف الطبي على 1285 مواطن برشيد. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية تم الإعلان عن انضمام مدينة زفتة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتكون ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم، وده تقديراً للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعية للجميع ونتاج للأنشطة اللي تمت في مدينة زفتة من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أنه تم استقبال 161,065 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال شهر، في حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 3064 عملية، وده ضمن الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الطبي على مدار الساعة.
في المنيا أعلنت المحافظة غلق مزلقان دير مواس البحري رقم 66 اعتباراً من اليوم الخميس لمدة 24 ساعة من 7 صباحاً حتى 7 من صباح اليوم التالي، وهيجري غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن تجهيز عناية مركزة متوسطة لقسم البطنة بطاقة استيعابية 5 أسرة، وده بالمستشفى الجامعي الجديد، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية 76 سرير، وده في إطار الاهتمام اللي بتوليه الدولة المصرية للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المرضى. في كفر الشيخ شهدت المحافظة تنظيم 4 معارض مجانية للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده لاستفادة 120 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. في أسوان أكدت المحافظة على تحديث منظومة النقل الداخلي للسيرفيس اللي تم تنفيذها لأول مرة من خلال استبدال سيارات الربع نقل بسيارات مايكروباص حديثة تجاوزت 1700 سيارة للعمل بالعديد من خطوط السير داخل مدينة أسوان وفي مدن المحافظة المختلفة حيث تحمل طابع الهوية البصرية. في المنوفية تم الإعلان عن فوز فريق الجامعة بالمركز الأول في مسار الصحة والرياضة بمسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم اللي نظمته جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات. في البحيرة نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية بوحدة محلة الأمير برشيد، وتم الكشف خلالها على 1285 مواطن مجاناً من خلال وجود 10 عيادات طبية، وده في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم كافة الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والنجوع داخل المحافظة. في بني سويف تم تجهيز 31 معمل وغرف تحضيرية للمعامل بالجامعة الأهلية بتكلفة بلغت حوالي 25.5 مليون جنيه، وده لخدمة القطاع الطبي بالجامعة الأهلية في إطار دعم العملية التعليمية ومقاومتها الأساسية نحو رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، لكن هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. النهاردة ذكرى وفاة ملك الموال الفنان شفيق جلال، واحد من أهم المطربين اللي تاريخ فني كبير قوي. دايما بنسمع فكرة أنه الفنان يتم اكتشافه بالصدفة أو أنه يكون فنان مغمور لفترة لكن يحصل موقف فينطلق إلى عالم النجومية. ده اللي حصل معاه بالفعل، كان بيغني في المسارح وفي الحفلات الفنية وفي الأفراح الشعبية لحد ما كان موجود في حفلة من الحفلات. كان المفروض أن عبد الحليم هو اللي هيحيي هذه الحفلة لكنه اتأخر، الجمهور موجود عايزين يسمعوا حاجة، الراجل ده طلع على المسرح ومن هنا كانت الانطلاقة الفنية الكبيرة بتاعته يا جماعة. صحيح يا شاذلي، الحقيقة كمان ليه يعني أعمال عايشة معانا لحد النهاردة، مش بس في الأغاني اللي لسه عايشة معانا زي أغنية شيخ البلد وموال الصبر، لكن كمان في السينما قدم أفلام مهمة زي حكايتي مع زمان، أميرة حبي أنا، وكلنا طبعا فاكرين دوره في فيلم خلي بالك من زوزو مع سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني. في ذكرى وفاة الفنان شفيق جلال خلينا نتابع هذا التقرير. زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير عن ملك الموال الفنان شفيق جلال، شفتي زي ما تابعنا اغنيه امونه امون قاعد ينادي ان شاء الله ما رديتي عليا، ده في الاخر جاب اخره خلاص بالظبط. يعني حتى الاداء نفسه وهو بيؤدي الاغنيه لسه لحد النهارده الناس بتتفرج عليها وبتشوفها، وحتى يعني لقت استحسان الناس انه حتى طريقته هو بيقولها صحيح، حتى الناس كاتبه كتير يعني يا جدعان اخبروني دي اغنيه فقط يا جماعه، مش لازم يتقمص قوي كده. يبقى على اي حال مشاهدينا خلينا نروح لهاله مره ثانيه عشان تقول لنا اخر اخبار الطقس بالتفصيل. اتفضلي يا هاله. شكرا جمانة، معانا احوال الطقس بالتفصيل عشان هيئه الارصاد بتتوقع النهارده ان الطقس هيكون مائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد. جو النهارده بارد على السواحل الشماليه الغربيه ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البروده على اغلب الانحاء. دلوقتي نعرف تفاصيل الطقس وحالة الجو النهاردة، وبنشوف درجات الحرارة النهاردة القاهرة العظمى فيها 19 والصغرى 11 والعاصمة الإدارية 19-10، الإسكندرية 16-10 والعلمين الجديدة 16-10 أيضا، مطروح 16-10 ودمياط 16-10، بورسعيد 16-10 أيضا والإسماعيلية 19-10، في السويس العظمى 19 والصغرى 10 والعريش 19-10 أيضا، كاترين 14-4 وطابة 19-12، على إيب 24-18
34-24-16، شرم الشيخ 24-13، والغردقة 24-13، في الفيوم العظمى 19 والصغرى 7، بني سويف 19-7، الوادي الجديد 23-6 وأسيوط 24-9، سوهاج 19-7 وقنا 19-7 أيضا، الأقصر 24-9 وأسوان 24-9. كده خلصت نشرتنا الجوية وخدنا فكرة عن درجات الحرارة. هنرجع مرة تانية لجومانة والشاذلي علشان لسه في أخبار تانية مع الطقس معاكم. صحيح، في تفاصيل كتيرة، وكنا لسه بنتكلم عن درجات الحرارة المتقلبة طبعا والأمطار اللي كانت موجودة في بعض المحافظات. في اسكندرية كان في طقس متقلب وأمطار غزيرة كمان في عدد من المناطق، ده بسبب نوة الشمس الصغيرة، عشان كده تم تعطيل الدراسة النهاردة بقرار رسمي من المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ للتصدي لموجة أمطار وتجهيز طبعا عربات شفط المياه بالشوارع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو تطمنا عن الوضع اللي تشهده الإسكندرية حاليا، تقلبات الطقس والأمطار. صباح الخير يا أستاذ جمانة، صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. صباح الخير على السادة المشاهدين في مصر كلها. يعني اسكندرية الحمد لله بفضل ربنا فيها أمطار حاليا، أمطار غزيرة جدا على أحياء شرق اسكندرية بالذات، يعني منتزه تاني ومنتزه أول وشرق ووسط، بدأت تخش كمان على أحياء غرب. العربات منتشرة بقالها ثلاث أيام حاليا، والرجال منتشرين أكثر من 180 عربية وبدائل على مستوى المحافظة بالكامل، أكثر من 200 محطة مستنفرين، كل أجهزة البداية في المحافظة مستنفرة عشان التعامل مع الزنا. ومعالي وزير المحافظه ادى اجازه النهارده المدارس عشان برضو حفظا على ابنائنا وحفظا على الحركه العموميه في الشارع، عشان يمكن نناور بالعربيات من مكان لمكان اخر. طيب سياده اللواء، احنا مهتمين بالشوارع الرئيسيه فقط ولا بكل الشوارع في المدينه؟ بحيث انه اكيد حضرتك عارف انه الشوارع الرئيسيه مثلا بيكون عليها زحام، الناس بتتفادى الكورنيش وتبتدي تدخل في الشوارع الجانبيه، فاحنا شغالين في كل الشوارع. لا حضرتك، احنا بنتكلم مع حضرتك برضو بمنتهى الواقعيه كده، احنا بناخد الشارع الرئيسيه الاول، مفهوم، الحركه العمومية في الشارع الرئيسيه عشان عربيات المطافي، عربيات الاسعاف، اي عربيات طوارئ تقدر تتحرك وتروح للاماكن بتاعتها، ثم بيخش على الشوارع الفرعيه، ثم بيخش على الاماكن الغير مخدومه كمان بعد كده. يعني احنا بالترتيب كده اولوياتنا في التعامل، نتعامل الاول مع الطرق الرئيسيه عشان المحاور الرئيسيه تكون مفتوحه، طريق كورنيش، طريق ابو قير، محور المحموديه، والطرق الطريق الساحلي والطريق الصحراوي، اللي كل الطرق الرئيسيه اللي داخل الاسكندريه. يا كثافه والله. ثم بنتعامل على الطرق الفرعيه، ثم بعد ذلك بنلجا الى حل اي حاجه بقى موجوده في الدواخل، اللي سواء في مناطق مخدومه او غير مخدومه للصرف الساحلي. طيب سياده اللواء، حضرتك يعني حسب تواصلكم مع هيئه الارصاد ونوه الشمس الصغرى، من المفروض ان هي تستمر لمده قد ايه؟ والاستعدادات دي هتستمر لمده قد ايه كمان؟ والله حضرتك هم مبلغينا لعند يوم السبت في توقعات امطار لعند يوم السبت بعد بكره، يعني احنا من يوم الثلاثاء احنا حضرتك مستنفرين كلنا، كل اجهزه الرياضه مستنفره، وناسنا واقفه بقول لحضرتك في المواقع بتاعتها اللي متوقع تجمع مياه امطار فيها، و24 ساعه يعني ما حدش يسيب مكانه، يعني العربيه في مكانها، الناس في المحطه في مكانهم، القيادات كلها. ده يتضمن كمان اجازات المدارس يا فندم؟ النهارده معايا الوزير اجازه المدارس النهارده عشان تخفيف على ابنائنا ونخفف الحركه العموميه في الشوارع يعني. طيب هل في اي شكاوى جات لكم من اي من المواطنين بيشتكي ان في مثلا تجمع لمياه الامطار؟ دكتور محمد، طبعا في شكاوى بتحصل، يعني بقول لحضرتك انه امطار غزيره مثلا، هو الفكره يا فندم اكيد حد هيشتكي اكيد، وانا بنبعت له على طول اتعامل مع البلاغ بتاعه. يعني عندنا 175 في شركه صرف صحي اسكندريه، ودي موجوده في صرف القاهره برضو، الرقم بتاعنا بتاع غرفه العمليات، والمواطن حتى لو كلم المحافظه او كلم النجده كلنا سامعين بعض بالاسير كده، وبنروح نتعامل مع شكوى المواطن ان شاء الله. ودي ميزه ان يكون في غرفه عمليات مشكله من كافه الجهات المعنيه، بحيث انه يتصل باي جهه من هذه الجهات في تواصل ما بينكم، بحيث انه يكون في سرعه تحرك. تمام تمام حضرتك. طيب الرقم كام بقى يا فندم؟ رقم 175 يا استاذ محمد بتاعنا بتاع الصرف الصحي وعمليات المحافظه، وبقول لحضرتك عمليات النجده، اي حد من دول هيكلمه بنكلم بعض وبنسمع بعض وبنتحرك على طول على باقي المواطن.
مرة تانية الرقم الساخن 175 لو أي مواطن في محافظة الإسكندرية واجه أي مشكلة متعلقة بتجمع مياه الأمطار. بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ونروح لموضوع آخر، وفريق طلاب جامعة حلوان قدر أنه يفوز بالمركزين الأول والثاني على مستوى العالم خلال فعاليات يوم المخترعين اللي تم إقامته في تايلاند بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا. طبعا ما فيش شك، حاجة تشرف. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بسيادتك. وأهلا بالسادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. طبعا كل مصر كلها فخورين بحصول 2 من الطلاب على هذه المسابقة والاشتراك فيها طبعا، لكن عايزين نفهم أكتر طبيعة الاشتراك كانت عاملة إزاي، المسابقة كانت عاملة إزاي، عشان نقدر في النهاية نحن نحصد المراكز الأولى فيها. هو الفريق العمل دايما كلية الهندسة عندنا في جامعة حلوان كلية سباقة وبتشترك في مسابقات عالمية بصفة دايمة وبتحقق مراكز. لما جاء معالي الوزير الدكتور سيد أندير رئيس الجامعة ادى اهتمام أكتر بالأنشطة الإبداعية وشجع ولادنا في كلية هندسة، ففي فريق احد الفرق المبدعه، فريق اسمه انجاد احنا، تاسس سنه 2012، بشغلته انه بيجيب حلول هندسيه للمشاكل الصناعيه اللي موجوده في المجتمع وتحول المجتمع لمجتمع تكنولوجي. فكان عندي اللي خد المركز الاول مشروع مهم جدا، كان انت عارف معاليك ان التكنولوجيا في مصر دايما مهمه في العمليه الصناعيه، وعايزين دايما نحدث المجتمع والاهتمام بالصناعيه في ظل القياده السياسيه المهتمه بالتطوير الصناعي والنقل التكنولوجيا. فدي حاجات مرتفعه التكلفه ويمكن مشاكلها مش في الثمن الاول ليها، لكن خدمات ما بعد البيع احيانا بتبقى مش متوفره او بيبقى فيها مشاكل فبتاثر على التكنولوجيا. فاولادنا فكروا ازاي يساهموا في حل المشكله دي ويبقى حل ذاتي من داخل المجتمع المصري بولاد المجتمع المصري المبدعين. فعملوا روبوت صناعي 6 محاور بيقوم بشغل ماكينات كبيره صناعيه كبيره جدا، سواء في الانتاج الكمي او الكيف اللي بيشتغل والاشكال المعقده اللي بيعملها، وده بيعمله يمكن بدقه وكفاءه عاليه جدا وجربت، ودي اللي فازت بالمركز الاول في المسابقه، ودي ان شاء الله تلاقي اهتمام مننا وتنشر ان شاء الله في المجتمع المصري ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور، اذا حبيت نتكلم على المشروع الثاني او نعلق على ده سريعا يا ريت. اتفضل. المشروع الثاني، احنا عندنا دلوقتي بقى التخلص من النفايات البلاستيكيه مهم جدا، بنعمل لها اعاده تدوير. في جزء منها صعب جدا اعاده تدويره وبيكلف الدوله بقى عشان تعدمه تكلفه عاليه جدا اقتصاديه وبيئيه، عشان بيحتاج بيدفن بطريقه معينه ونتخلص منه عشان ما يعملش مشاكل صحيه في المجتمع، واحنا عارفين الاهتمام بالبيئه. فعملوا مشروع البلاستيكات دي بيحولها لبديل لوقود بدل الوقود الاحفوري اللي احنا بنستخدمه. فدي كل نفايات البلاستيك اللي غير مستخدمه في التدوير بدينا نحولها لوقود، وده استغلال لكل امكانيات المجتمع وعمليه تدوير المخلفات واخلافها. ده المشروع الثاني اللي فاز المركز الثاني. هايل اكيد. طيب دكتور احمد، يعني الحقيقه انه حابين نتعرف من حضرتك اكتر عن اختيار الطلاب المشاركين في المسابقه ونعرف برضو اسمائهم، لانه من حقهم علينا كمان ان احنا نحتفي بيهم ونبارك لهم. والله الاسماء يمكن عشان انتوا كده فاجئتوني امبارح بالقريب قوي، لكن انا ممكن نبعت الاسماء. لكن طلابنا طلاب من كليه هندسه المطريه، ليس جديد على هندسه المطريه هذا الامر، لكن قبل كده اشتركوا في مشروعات كثيره جدا، طلاب مبدعه في فرق دراسيه مختلفه. اختيارهم تم على اي اساس يا فندم؟ يعني اختيار الطلاب اللي شاركوا في هذه المسابقه، هم عارفين اول ما بييجوا الطلبه الانشطه الطلابيه على طول بتكتشف الابداع المبدعين يعني. بنعلم في رعايه الشباب عن الطلاب اللي عندهم مشروعات او ابداع وكده، اول ما بيتقدموا بيتم تكوين الناس اللي بيبقى لها نشاط موحد في مجموعات بتسمى ويعلن اسم المجموعه دي اللي هي الفريق ده. فريق انجاد احنا ده موجود من 2012، فالولاد مشروع انجاد احنا هو اهدافه ايه؟ بيعمل ايه؟
فالشباب الجديد اللي عنده نفس الافكار بتاعته بيتقدم ليه، لان في اكتر من فريق في الكليه يعني. فكان ده البدايه بتاعه المشروع. وبعدين لما بيحتاجوا كل المصروفات بتاعتهم والتجارب والمواد اللي عايزينها الجامعه بتوفرها كامله لغايه ما بنوصل اللي احنا عاوزينه عشان نوجد حلول لمشكلات المجتمع اللي احنا عايزينه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد عليق مستشار رئيس جامعه حلوان للانشطه الطلابيه والجامعيه، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا مع موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي بقصر الاتحادية على أن مصر وتركيا تواجهان تحديات مشتركة، مؤكدا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد. كما رحب الرئيس السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط. وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد الرئيس السيسي أنه توافق مع الرئيس التركي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وأهمية تحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات لأهالي غزة. من جانبه أكد الرئيس التركي أنه تم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وأوضح الرئيس التركي أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي تطرق إلى الملف الليبي والصومالي والسوداني، مؤكدا حرصه على وحدة هذه الدول الثلاث وأمنها واستقرارها. وأكد الرئيس التركي أن بلاده عازمة على استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وبحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية. وحول الأوضاع في غزة، أعرب الرئيس التركي عن رفضه لتهجير سكان قطاع غزة، معبرا عن تقديره لموقف مصر في هذا الأمر أيضا. هذا ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. بدأ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا زيارة رسمية إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما يلقي الرئيس البرازيلي كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بخصوص فلسطين، حيث يدعو دا سيلفا إلى إيجاد حل لبقاء دولة فلسطين حسب ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط تحذيرات من هجوم في مدينة رفح. وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع، وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى. ويطلق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله. يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه كندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. ووفق بيان مشترك حذرت الدول الثلاث من أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور جراء فرض قيود إسرائيلية على الحركة وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، بما يحد من حرية الحركة بشكل كبير. هي.
كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني، وأوضحت مصادر لبنانية استشهاد أكثر من 10 لبنانيين بينهم نساء وأطفال في القصف الذي طال عدة بلدات بالجنوب. في الوقت نفسه تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي الوضع على الحدود اللبنانية، مؤكدا استمرار الاستعدادات للحرب في المنطقة الشمالية. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. تحياتي إليكم من دار الأوبرا المصرية ومن أمام المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية في أمسية حب بمناسبة الاحتفال بعيد الحب. الأمسية النهاردة ليها طعم تاني، واللي بنحتفل فيها مع 100 سنة غنى المشروع الغنائي التراثي الفريد اللي بتتبناه وزارة الثقافة وبتحتفي به وبتقوم عليه دار الأوبرا المصرية. هنسمع النهاردة مجموعة كبيرة ومتنوعة جدا من موسيقى وألحان الفنان الكبير موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، وطبعا يعني الأستاذ علي حجار يعني كان مفاتوش ان هو يقدم معانا يعني ضيوف من المواهب الممتازة والفعلا الفريدة في الأوبرا هنا. هو نداء من أستاذي الكبير وأستاذنا كلنا أستاذ علي الحجار، فأول ما طلبني هو أستاذ السيد طبعا أن أكون معهم ضيف في الحفلة، طبعا ده فوق دماغي شيء يشرفني جدا. أنا مش أي علاقة بالغنى ولا أي حاجة، أنا بغني من بعيد لبعيد، أنا بمثل بس، ولكن هم مطلبوني النهاردة أشارككم كده في أغنية من ألحان أستاذنا الكبير عبد الوهاب فؤاد المهندس، فطبعا كان شيء مشرف بالنسبة لي جدا. الحقيقة الفعالية النهاردة في إطار الاحتفال بعيد الحب، دي تكليف من سيادة الوزيرة نيفين الكيلاني وبقيادة الأستاذ الدكتور سامح صابر مدير مركز تنمية المواهب. احنا مقدمين كذا فصل النهاردة على مسرح الجمهورية. الولاد طبعا من مركز تنمية المواهب، أعمار مختلفة من مرجعات مختلفة، بنحاول نوفق ما بين الفصول وبعضها علشان خاطر نطلع بالأعمال اللي بنطلعها على المسرح النهاردة. طبعا احنا الموسيقى هي يعني دايما الكلام فيها يعني ضمني، فكان لازم نعمل الموسيقى المشهورة الخاصة بالحب، فبدأنا بقلب مفتاحه، عملنا بعد كده ميدلي الكلثوميات، بعد كده عملنا قصة الحب الجميلة اللي كانت بين عادل إمام وشريهان في خلي بالك من عقلك، عملناها بحيث ان احنا الجزء الاول الحالم فيها معبر عن الثيم بتاع اليوم بتاعنا هو الفالنتينز داي، وعملنا في الاخر سهر الليالي كحاجة فريش ناس تغني معنا فيها. الحب بجد لو له تلخيص يتلخص بس بانه امان، ليه فلوس تشتري قلبي يحبك ولا حتى جمال يخليه يدوم، يتقابلوا بدون اسباب فجأة يتعيش طول عمرك دايما محروم. في ناس بتحب الشكل العام وما يبصوش ايه المضمون، اختار اللي يحب عيوبك ما يهونش عليه سيبك زعلان، علشان اللي يحبك من القلب عمرك ما في يوم على قلبك. احنا اول مره نقدم في المركز يعني الكوكتيل او التنويعه ديت في مناسبه عيد الحب، كان قبل كده كان بيبقى يعني فصل واحد بيقدم الاحتفاليه، فالنهارده اللي احنا بنقدمه جديد ان احنا قدمنا اكتر من فصل باكتر من ذوق عشان نرضي جميع الاذواق
والدنيا لذيذه وجميله والناس مبسوطه جدا. العيد دوت مش بس عيد علشان الاحب يحبوا بعض، لا، علشان الحب ينتشر في كل حته في الدنيا، يعني حب الاهل وحب الاصحاب وحب الاصدقاء وحب الابناء وحب الازواج وحب الزوجات وحب ربنا في الاول والاخر طبعا. فهو يوم كده كتذكيره بس ما تنساش الحب يعني. فانتهزت الفرصه واني دي السنه الاولى ان احنا بنعمل فصل لطيف جدا للبرس اللي هو النحاس، الالات النحاسيه، في دار الاوبرا المصريه، وجمعنا الحمد لله اكتر من 8 عازفين. احنا لسه ما بقناش كتير، احنا لسه ده اول شهر بالنسبه لنا، بس الحمد لله يعني استحسان الجمهور كان مأدي الغرض وزياده، وحسسني اني الحمد لله انا النهارده احتفلت بيهم وبحبي ليهم قبل ما احتفل بنجاح الفصل لآلة الترومبت في مركز تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية طبعا. بجد يعني الجمهور كان يعني رد فعله حلو قوي بجد، يعني بجد كان حلو ومش متوقع كده، واحنا فعلا جينا عملنا كذا بروفا كذا مره. النهارده بقى هنحتفل بكل عيد الحب وكل الحاجات الجميله احتفالا باليوم بقى بالفالنتاين وكده. ان شاء الله هنعزف لكم اغاني بمناسبه الفالنتاينز وان شاء الله تنبسطوا. اتدربنا على سوي واتدربنا على كومبارسيتا، طبعا الجمهور يعرفها يعني حاجه مشهوره لينا، وسوليميو واسبانا كاني و In the Hall of the Mountain King و Apache. عزفنا قلبي مفتاحه وأغنية أم كلثوم وقضية عم أحمد وسهر الليالي. غير متوقع طبعا طبعا، غير متوقع يعني، لانهم انبسطوا قوي قوي الحمد لله، وده يعني اكيد يبسطنا احنا. انا صراحه بركز على عزفي انا بس يعني، لكن برضو كلنا مع فرقه بيكون صوتنا تحفه. انا كنت بحب الترومبت من وانا صغير وكنت بحب صوتها جدا، لان هي اصلا اله جاز، فانا بحب الجاز جدا، فانا قلت ان انا لازم اتعلمها بشكل اكاديمي اكتر، وان انا لازم اخد دروس مخصوص. فطبعا جالي دكتور محمد حلمي، طبعا اداني كل الدروس دي وعملت 4 حفلات، ودي رابع حفله ليا. مش قد الحب يا قلبي ولا قد حكايته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك روايته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكايته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك روايته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة، أنا قلت لك 100 مرة، أنا لسه أنا لسه أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. لأنه في ناس بيكون عندها مشاكل في النوم وأرق، وناس بتنام عدد ساعات قليل، ده بيكون طبعا ليه تأثير كبير جدا على الصحة ونشاط الدماغ. وفي دراسة حديثة أكدت أنه قلة النوم تؤدي لتراكم بروتينات سامة في الدماغ. عايزين نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة الدكتورة سلمى مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. إيه علاقة قلة النوم بالتوتر؟ لا، هي دي علاقة وطيدة جدا جدا. احنا محتاجين مش بس ناخد ساعات كافية من النوم، احنا محتاجين النوم بتاعنا يكون نوم مشبع. يعني ايه نوم مشبع؟ يعني نوصل بعدد الساعات اللي هندخل فيها في النوم، ان احنا نوصل للدرجة الرابعة في النوم، اللي هي الدرجة اللي بنوصل جواها للأحلام، المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة بالضبط، اللي هي جريد فور. دي بتهيئ لنا أفضل درجة من ارتخاء العضلات والأعصاب.
وده بالتالي بتنشط فيها كل وظائف الجسم اللي بتقدر تبقى مظبوطة في اليوم اللي بعد الليلة السابقة. فهي دايما الناس متخيلة ان احنا بنتكلم على عدد الساعات، وعدد الساعات بيختلف جدا من شخص لشخص ومن عائلة لعائلة. علشان كده احنا بنعرف اذا كان النوم فعلا كافي ولا لا بفحص النوم، مش بس بالفحص الاكلينيكي، لان فحص النوم هو اللي يقدر يشوف لنا ذبذبات المخ اثناء النوم هل هي مظبوطه وهادئه ولا لا، لان ممكن حد ينام ساعات نوم طويله جدا جدا ويقوم برضه مرهق وبرضه حاسس ان جسمه مش مهيئ انه يبقى بيدي العطاء. تمام، معنى كده دكتوره ان انا لو نمت وما حلمتش، يعني ما وصلتش للمرحله الرابعه من النوم وهي الحلم، فمهما كان عدد الساعات انا ما خدتش قسط كافي من النوم. لو ما وصلناش للمرحله الرابعه بس هو المعتاد ان احنا ما نتذكرش الاحلام، لان الاحلام هي وسيله لتنفيذ الطاقات السيئه، فمش كل الاحلام مفروض ان احنا نتذكرها. هو عاده بنتذكر الاحلام وقت ما بنصحى من النوم بس، يعني على حسب توقيت الإفاقة من النوم، إنما مش شرط خالص خالص إن احنا نتذكر الأحلام عشان نكون حصل عندنا دورة حلم أو رام سليب اللي هو الحلم أثناء النوم خالص. طيب دكتور، يعني إيه كمان من علامات إنه الشخص يعني قدر يتلقى ساعات نوم كافية ومريحة غير تذكر الأحلام؟ إيه لا، احنا يعني احنا بس هعدل الجمله دي تاني، احنا مش محتاجين نتذكر الاحلام عشان نتاكد ان احنا نمنا نوم مريح. ازاي نتاكد؟ اكتر حاجه يعني اكتر ناقوس يعني زي ما بنقول بيدق على بابنا كده، ان انا اقوم اليوم اللي بعده متتالي حاسه ان نشاطي غير كافي، وده الناس بتشوفه انه حاجه طبيعيه ساعات كتير، بس لو ده تكرر اكتر من 3 أو 4 أيام لا، يبقى انا محتاج يا اما هعمل فحص نوم عشان اشوف هل انا محتاجه تعديل سلوك نوم فقط، ولا في مشكله حقيقيه في بناء النوم محتاجه تتظبط، سواء بعلاج سواء بتعديل تنفس مثلا، لان 80% على فكره من اسباب اضطرابات النوم اللي بنشوفها حاليا بتكون ناتجه عن اضطرابات التنفس، مش بس الارق زي ما الناس كلها متخيله، وده بيدي نفس يعني ده بيجيب ده. ده بيؤدي الى ده، اضطراب النوم المزمن بيؤدي للارق وهكذا. هي حلقه مفرغه. طيب دكتوره سلمى، تراكم بروتينات سامه داخل الدماغ، ده معناه ايه وايه ممكن يكون تاثيرها؟ احنا في دايما مقوله كده بنقولها للمرضى واي حد بيتردد على عيادات النوم، ان 80% من حالات الاكتئاب بتشفى تماما 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 لو الشخص نام نوم طبيعي هادي كافي. وده لان بيحصل هو النوم الطبيعي بيفرز زي مهدئات طبيعيه وزي أدوية اكتئاب طبيعية. لو الأدوية دي ما اتفرزتش طبيعيا في جسمنا، بالتالي احنا يعني خلينا نبسطها كده للمستمع واللي بيسمعنا، كأننا بالضبط في سموم ما بيحصلش ليها كنس أو واشنج، أو يعني ما بنرميهاش بالشكل اللائق ليليا، لان على فكره النوم الليلي هو النوم الاساسي. النوم الصباحي ما بيأثرش على خلايا المخ بالشكل الكافي، وبالعكس احنا لو اي حد عنده ارق بننصحه كتير كتير انه ما ياخدش اللي هي الناب او النوم البسيط اللي بيبقى في منتصف اليوم، لا بنفضل انه يحوش اليوم النوم للنوم الليلي، لان ده النوم اللي فعلا فعلا بيأثر على هرمونات الجسم وصحه اللي بيكون مفيد اكتر، يعني هو اللي بيبقى فعلا صحيح الجسم محتاجه. طيب دكتور سلمى، يعني سريعا ارجوكي، اولا فكره عكس ساعات النوم،
زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، في ناس ممكن تنام وقت ساعات مش قليل، ولكن العكس يعني ممكن تنامهم الصبح. دي ده سؤال. السؤال الآخر يا فندم، هل يمكن تحسين نوعية النوم إذا كان في عوامل وراثية أو نفسية؟ واحد، لا، الساعة البيولوجية تحترم. النوم ليلي، أي نوم صباحي ده خيال، وحتى اللي بيقولوا إن هم بيشربوا كافيين وبيناموا، لا، بناء النوم لما بنقراه بالأجهزة الحديثة دلوقتي اللي عندنا بيبقى مهدود. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل التوائم النفسي الجيني بيعدل وبيعدل حاليا، يعني سواء بيعدل بالتركيبات الدوائية أو بيعدل بتركيبات السلوك، يعني كل حاجة بيبقى ليها حل. بس لما نبص على كهربية المخ حقيقة، لأن كتير قوي ناس بتتخيل أن العلاج هو باخد دواء وبس، الكلام ده كان زمان، دلوقتي في رسومات نوم مطوله بتكشف لنا. طيب دكتور سلمى، كده يبقى يعني اعتقد انه الشخص اللي بيعاني من يعني سوء نوعيه النوم هيحتاج يروح لدكتور نفسي ولا يروح لاي اختصاص؟ لا، بيجي لنا احنا الاول علشان نعمله فحوصات نوم، لان هي دي برضو حاجه مغلوطه، لان بالزبط. دلوقتي بقى في طبيب امراض النوم، يعني تشخيص النوم بيبدا اولا احنا على حسب اللي بنشوفه. هل لو لقينا في مجرد تعديلات سلوك بنعدلها، لو القصه مجرد ارق بنقول له لا، حضرتك محتاج تتوجه لطبيب نفسي. ساعات بيبقى في مشاكل للاعصاب، ودي بتحتاج طبيب اعصاب وليس طبيب نفسي، في كذا شق للمشكله. وساعات بيبقى في ولا ده ولا ده، بيبقى طبيب امراض تنفسيه على فكره، وده بيبقى سبب المشكله كلها. فالقصه لازم تبدا بالتشخيص الاول. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره سلمى مرزوق، استشاري المخ والاعصاب بقصر العيني. شكرا لحضرتك يا فندم. هنروح مع حضراتكم لدراسة أخرى، هي دراسة حديثة عملتها جامعة في السويد، عنوانها التربة الإلكترونية. الدراسة اتكلمت عن هذه التربة وقالت إنها الأمل في الزراعة الحضرية المستدامة وأيضا الأمن الغذائي. إيه حكاية هذه الدراسة؟ إيه التربة الإلكترونية الزراعية أو الإي سويل؟ إزاي بتشتغل؟ إزاي هتكون نتائجها في المستقبل؟ دي كل التفاصيل اللي هنتعرف عليها من خلال ضيفنا الموجود معانا على التليفون دكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس سابقا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحية، إيه الإي سويل؟ أو إيه التربة الإلكترونية؟ أولا صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. حضرتك طيب. تعريف بسيط جدا، هذا الموضوع طبعا ليس بجديد. هذا المزيج المستخدم فيما يسمى بالتربة الإلكترونية هو ليس بجديد، وعلى فكرة هو ليس أحد حلول إن هو بتحل مشكلة الأمن الغذائي على مستوى العالم. لو جينا شفنا يعني بتعريف بسيط جدا، احنا عندنا حاجة اسمها الزراعة المائية. الزراعة المائية دي اللي هي الزراعة بدون، هذه الزراعة يا إما تكون في محلول مائي مغذي أو عن طريق بعض دكتور أحمد. طب دكتور أحمد الصوت مش واضح، أتمنى لو حضرتك تقف في مكان يكون فيه الشبكة أفضل. كده يا فندم الصوت واضح؟ يا فندم اتفضل. فهو عبارة عن الزراعة المائية دي بتستخدم بعض الوسائط، يعني صح؟ إيه وسائط الكسب؟ بتسمى الصوف المعدني أو الصخري. هذا الصوف المعدني قدرته على التحلل صعبة جدا، بالإضافة إنه بيحتاج كمية كبيرة جدا من الطاقة في عملية إنتاجه. اللي حصل إن الجامعة الألمانية استخدمت مكون جديد في هذه الزراعة. هذا المكون هو عبارة عن موصل إلكتروني أيوني عضوي. والمكون الأساسي فيه هي مادة اسمها السليوز، وهي طبعا مادة بوليمر حيوي متوفرة بصورة كبيرة جدا، ممزوجة بموصل الحيوي. ده بتبقى هي الركيزة. فاللي حصل هو ان استبدال ركيزة في الزراعة المائية بركيزة أخرى. الهدف من هذه الركيزة هو عملية تنشيط للجذور، تنشيط كهربائي للجذور. ولكن هم حتى الآن يعني حتى التصريحات بتاعت دي تقول انهم لم يصل التقنيات الحيويه اللي بتقول ايه اللي بيحصل او ايه النتائج المترتبه على ذلك. فالقصه كلها يعني زي ما انا بقول لحضرتك حاجتين، المادة
موجوده ولكنها ماده موجوده بالفعل وكانت تستخدم استخدامات اخرى، استخدمت في الزراعه لاول مره، هم استخدموها في الزراعه لاول مره. نمره اثنين، هي ليست يعني وسيله هو للاسف يا دكتور احمد الصوت بيقطع، فلو تغير المكان اللي حضرتك موجود فيه عشان نقدر نسمع حضرتك بوضوح. هل كل البذور، هل كل النباتات تصلح لان هي تزرع في هذه التربه الالكترونيه، ولا برضو هنفضل نعتمد على التربه العاديه بجانب التربه الالكترونيه؟ بص حضرتك، لا غنى عن التربه العاديه وخصوصا للمحاصيل الاستراتيجيه اللي بتخص العالم كله زي القمح. يا دكتور احمد، امن عن التربه العاديه فيها. اما فيما يخص هذه الوسيله اللي هي بيسموها الهيدروبونيك او الزراعه الالكترونيه، كلها هي عباره عن انا اقدر استخدمها في المحاصيل الورقيه او الخضروات، وتستخدم في بعض الاماكن الاشد قحوله اللي فيها مشاكل والارض لا تصلح تماما للزراعه. هي وسيله تساهم بجزء مش كبير، جزء ضئيل جدا، مفهوم، لكنه حل الانتاج الزراعي، ولكن ليست هي الحل لمشكله الامن الغذائي على مستوى العالم. يعني طب دكتور، حضرتك ذكرت خلال حديثك انه يعني هذه التربه مش يعني لا ترقى لكونها الامل في الزراعه الحضريه والامن الغذائي، اذا اهميه هذه الدراسه؟ لانه اكيد الدراسات دي بيتم فيها دفع أموال، وبيتم فيها حتى يمكن في وقت كمان بيبذل وفي مجهود بيبذل، لو بالفعل هي مش هتساهم بهذا الشكل، إيه أهميتها يا فندم؟ هي أهميتها زي ما أنا قلت لحضرتك، أوريدي الزراعة المائية موجودة، الركيزة المستخدمة في الزراعة المائية هو الصوف الصخري أو الصوف الحراري. هذه المادة أولاً مادة مكلفة، مادة فيها صعوبة في التحلل، هم كل اللي عملوه إن يستبدلوا المادة دي بالمادة الأخرى اللي هم سموها التربة الإلكترونية، لا أكثر ولا أقل. يعني إذا هي محاولة ولكنها في طور الدراسة. هي محاولة في طور الدراسة، حتى هم اللي رئيس الفريق قالت كده، إن إحنا لم نصل إلى الحلول ولن نستطيع أن نقيم هذه التجربة في آلية تحقيق الأمن الغذائي أو جزء من الأمن الغذائي في هذا الموضوع. يعني هو الفريق البحثي نفسه بالإضافة هو ما يعرفش النو هاو أو الآلية اللي حفزت نمو الجذور، لان هم استخدموه على الشعير فقط ولم تستخدم على اي محاصيل اخرى. شكرا جزيلا دكتور احمد جلال، عميد كليه الزراعه بجامعه عين شمس، سابقا الف شكر لحضرتك. المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة نجحت بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، خصوصا بعد ما الدفعة الأولى خلاص استلموا عملهم في مدارسهم، بإجمالي 350 مدير مدرسة. الوزارة امبارح أعلنت عن فتح باب التقدم للمسابقة في الدفعة الثانية من المبادرة لانتقاء الأكفأ من الشباب اللي بيمتلك رؤية وأدوات التطوير التعليمي والإداري في المدارس. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وافية عن الدفعة الثانية من المبادرة، نستعرضها مع حضراتكم من خلال ضيفنا الموجود معنا عبر التطبيق زوم، دكتور تامر شوقي الخبير التربوي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ ايمان، صباح الخير يا استاذ الشاذلي، صباح الخير على كل مصر، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. في البدايه لو نعرف منك يا فندم رؤيتك لثمار نجاح المبادره الرئاسيه لاختيار 1000 مدير مدرسه بعد ظهور واختيار الدفعه الاولى. طيب دعونا نتفق ان الدولة المصرية في اتجاهها لتعيين 1000 مدير مدرسة جديد من الشباب الكفء والمتميزين، هو بيتسق مع رؤية مصر 2030 ومع توجه الدولة المصرية لتمكين الشباب. لو احنا بصينا نظرة أكبر لهذا الموضوع هنلاقي هنا منظومة تعليمية بتتكون من أكثر من عنصر، وإن الدولة المصرية على الرغم مما تواجهه من تحديات وضغوط إلا أنها تهتم بتطوير عملية التعليمية في جميع جوانبها أو جميع عناصرها، مثلا عنصر المناهج في تطوير المناهج قائم، عنصر المعلم، فخامة الرئيس أصدر قرار بتعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف معلم خلال 5 سنوات. طيب عنصر الإدارة هو ده اللي احنا شغالين فيه من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة، وزي ما حضراتكم قلتوا من شوية إن المبادرة دي كان فيها مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي وتم تعيين 350 مدير من الشباب وبالفعل استلموا اعمالهم وفي متابعه ليهم ولافكارهم من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. بالاضافه لكده في يا فندم دلوقتي الدفعه الثانيه اللي هي هيعينوا فيها ان شاء الله 325 معلم، اللي هي مستمره او تم فتح باب التقدم ليها
الى يوم 27 فبراير الجاري. طيب المسابقه دي يا فندم اتميز بان هي ليها اكثر من جانب. اول حاجه ان هي بتغطي جميع محافظات الجمهوريه، مطلوب من كل مديريه يا فندم ان هي ترشح 15 معلم من اكثر معلميها. طيب خلي بال حضرتك المديريه ديت لازم ال 15 معلم دول يغطوا جميع الادارات التعليميه في كل مديريه. عظيم. بالاضافه لكده اللي هم راعوا التوازن بين عنصر النساء وعنصر الرجال بحيث ان هنا يبقى في توازن بين الاثنين. طيب المسابقه ديت خلوا بال حضراتكم احنا علينا في الاداره المدرسيه في مصر من العديد من جوانب الترهل خلال الفتره الماضيه. لو حضرتك رحت اي مدرسه او حضرتك رحت اي مدرسه هتلاقي مدير مدرسه من الناس كبار السن اللي هم بتوعكم معوقات سواء صحيه او معوقات في الاداره نتيجه لفكرهم الاداري القديم، فبالتالي تنبهت الدوله المصريه الى هذه النقطه وبدات تعين مجموعه من الشباب. دكتور تامر كان دايما بنلاقي ان مدير المدرسه كان مدرس في هذه المدرسه وكبر في السن وتقريبا بيختاروا اعتقد يعني ان هو اكبر الاعضاء سنا او اكبر المدرسين يتولى هو اداره هذه المدرسه، لكن احنا دلوقتي عندنا فكر جديد عايزين ننفذه، عشان كده هسال حضرتك ايه هي المعايير اللي على اساسها بيتم اختيار هؤلاء الشباب عشان يحدث تغيير في شكل اداره المدرسه؟ طيب هو هنا يا فندم ده سؤال جميل جدا، هنا تغيير يا فندم في تعيين الشباب اللي احنا بنراعي فيه كذا عنصر، اول حاجه يا فندم الشباب دول سنهم من 35 ل 40 سنه، ثاني حاجه الاشتراك فيهم اللياقه الصحيه والبدنيه والنفسيه والذهنيه، ثالث حاجه ان هم يكونوا من ناحيه العمليه ان هم شغلوا مثلا منصب وكيل مدرسه فبالتالي عندهم خلفيه عن الجانب الاداري، كمان يا فندم لازم الشباب دول المتقدمين يكونوا عندهم المام بالاتجاهات الحديثه او المعاصره في القياده، بيبقى عندهم فكر ثقافي وفكر للتطوير الاداري قوي جدا. طب هل الكلام ده بنقول كلامه خلاص؟ لا يا فندم، الكلام دوت من خلال ان الشباب دولت بيعدي من خلال مجموعه من الاختبارات النفسيه والعقليه والعمليه القاسيه اللي بتمر بيها اختباراتهم. مثلا اول حاجه يا فندم بيتم عقد مقابلات لهم في كل مديريه من خلال لجنه مشكله من مدير المديريه ووكيل المديريه ومدير عام التعليم العام في المديريه ومدير عام الموارد البشريه ومدير عام اللي هو الشؤون النفسيه. طيب بعد ما ينجح فيها يا فندم بيخش اختبار ثاني قاسي من خلال لجنه مشكله في وزاره التربيه والتعليم. بعد ما يجتاز هذا الاختبار بيخش يا فندم اعداد او اسبوع للتدريب التاهيلي في الوزاره. وفي احدى الجهات المتخصصه او المختصه اللي بتتمتع بسمعه انضباطيه عاليه في الدوله هي اللي بتتولى بعد كده اختيار الناس. بعد ما نختار مجموعه معينه من الشباب المطلوبين هم يتمتعوا باعلى درجات الكفاءه العلميه والاداريه والنفسيه والجسميه بيبداوا يخشوا معسكر او اعداد تاهيلي لمده 6 شهور. الناس اللي بيثبتوا منهم او بيقدروا يتجاوزوا هذه الفتره بيحصلوا على الدبلومه في الامن القومي وفي المعايير الاداريه، فبالتالي هنا دي مجموعه من المعايير ومجموعه من المحكات اللي من خلالها بنمكن جيل جديد من الشباب اللي هم عندهم وعي اداري، عندهم ناحيه صحيه لياقه نفسيه قويه ان هم يخشوا في مجال الاداره وان هم يطوروا المدارس ويطوروا المنظومه التعليميه، وخلي بال حضرتك دولت نواه التطوير الاداري للمدارس على مستوى مصر. خلي بالك احنا عندنا حوالي 49,000 مدرسه، احنا بنطمح ان شاء الله من خلال نجاح هذه الفكره وهذه المبادره ان هو يكون في مبادرات ثانيه بحيث ان الشباب يتمكنوا من اداره جميع المدارس في مستوى مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. استنوا النهارده العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لاورام الطفل، وده طبعا من خلال التوعيه باهميه الكشف المبكر عن امراض سرطان الاطفال وانه الاباء يكون عندهم معرفه بالاعراض البسيطه او حتى العلامات اللي بتشير الى امكانيه اصابه الطفل بهذا المرض. خلينا نتكلم بشكل مفصل مع ضيفنا دكتور محمود حماد استشاري اورام الاطفال وزرع النخاع بالمعهد القومي للاورام بجامعه القاهره. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، ازيكم؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور. يعني العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لأورام الطفل، خلينا نعرف من حضرتك أهمية التوعية يعني أمراض الأورام بالنسبة للطفل وإزاي ممكن، هل في طرق للحماية؟ لو تكلمنا بشكل مفصل أكتر يا فندم. طب هو الحقيقة اليوم ده يوم مهم جدا إنه بيبين تضافر وجهود يعني أطراف كتير جدا في المعادلة. سرطانات الأطفال من السرطانات اللي بالإضافة إلى إنها اسم كلمة سرطان شيء مخيف، إنما هي بتصيب فئة عمرية يعني هي فلذات أكباد الأباء والأمهات، فبالتالي اليوم ده بيمثل تضافر للجهود، دعم
نفسي، وان ان ناس كتير بتفكر في المرض ده، بتدعم الاباء، وفي نفس الوقت بتكون فرصه كملتقى لمختلف الاساتذه ومختلف الجهات لمناقشه احدث الحاجات اللي تمت في سرطان الاطفال. طيب ايه اكتر انواع السرطانات المنتشره اللي بتصيب الاطفال؟ اكتر انواع المنتشره اللي بتصيب الاطفال عندنا كذا نوع. اول حاجه هو اللوكيميا، واللوكيميا ليها انواع مختلفه، انما اشهر نوع للسرطانات هي سرطانات الدم، يليها بعد كده السرطانات الصلبه، ومن اشهرها هو سرطان الجهاز العصبي او سرطانات المخ. طب دكتور، نسبه شفاء الاطفال من الاورام، وايه العوامل اللي ممكن تكون بتؤثر اصلا في اصابه الاطفال بالاورام؟ هل هي بالفعل عوامل وراثيه، جينيه، عوامل بيئيه؟ الخلفية الجينية للأطفال طبعا موجودة في بعض الأمراض، في بعض السرطانات، إنما إحنا ما نقدرش نربط إن كل السرطانات لها خلفية جينية. التحور الجيني مثبت في بعض الأورام، منها اللوكيميا الميلودية في منها خلفية جينية موجودة، إنما إني أعممها إن كل السرطانات لها ربط بتحور جيني ما نقدرش نقول كده. طيب إيه أسبابها تاني؟ أسباب السرطانات عند الأطفال. بالنسبة للأطفال ما وصلناش لحاجة بعينها نقدر نقول إن السبب ده مرتبط وجوده بإنه يحدث السرطان الفلاني، ما نقدرش نربطه قوي. يمكن في الكبار في بعض الحاجات لها علاقة، إنما في الأطفال وفي السن الصغير، نحن الأطفال عندنا بنحطهم في الكاتيجوري أو بنحطهم في المرحلة من الولادة إلى سن 18 سنة. ما أقدرش أقول إن في عوامل واضحة مرتبطه بالسرطانات، انما نقدر نقول ان في بعض الفئه من الاطفال بيكونوا اكثر عرضه للسرطانات من غيرهم، زي اللي عندهم الطفل المنغولي هو اكثر عرضه للاصابه بالسرطانات، الاطفال اللي عندهم نقص مناعه حاد وفشل نخاع، دول بيكونوا اكثر عرضه للسرطانات، وبالتالي يجب متابعتهم بصفه ملاصقه عشان نقدر نكتشف مبكر عند حدوث سرطان. طيب يعني بالحديث عن الكشف المبكر عن حدوث السرطان، هل في اعراض او في علامات ممكن لو حد شافها على الطفل يبتدي يقلع على الاقل، حتى يبتدي يروح يسال دكتور، يستشير، يعمل بعض التحاليل او الاشعه؟ السؤال ده مهم جدا. اقدر اقول لحضرتك فعلا ان احنا يعني الكشف المبكر ده موضوع مهم جدا، وحتى في يعني توجهات رئاسيه للكشف المبكر. صحيح. على مستوى الاورام كتير ومبادرات كتير مطلقه في للكبار، للفئه العمريه الاكبر شويه من الاطفال. بالنسبه للاطفال مهم جدا ان انا يكون عندي وعي زي ما حضرتك بتقولي من الاسره، عشان تقدر يعني تلقط او تكون مدركه عند حدوث اعراض متكرره، وفي نفس الوقت محتاج يكون عندي مقدمي الرعاية الأولية لازم يكونوا إلى حد ما عندهم وعي، بحيث يقدروا يوجهوا الـ الأطفال اللي عندهم اشتباه في كده. من الأعراض لو نتكلم عليها كأعراض عامة، عندي الحرارة المستمرة الغير مبررة الغير مستجيبة للمضادات الحيوية، وفي الغالب الطفل اللي بيصاب بالقصة دي بيكون لف على أطباء كتير لحين توجيهه إلى حد متخصص، إن يكون عندي صداع مستمر، والصداع المستمر ده يكون بيكون في فترات صباحية، يكون مصاحب ليه قيء، يكون عندي نقص شديد في الوزن، يكون عندي عرق غير مسبب بشكل واضح، يكون عندي نزيف، يكون عندي شحوب، فنقدر نقول عليها إنها أعراض عامة. والأعراض العامة دي مشكلتها إنها بتاخد وقت لحد ما نقدر فعلا نشخصها. لكن حضرتك ذكرت في البداية إنه ممكن العوامل الوراثية تكون مؤثرة عند بعض الأطفال. طبعا موجودة. هل ده ممكن يخلي الآباء والأمهات إن هم يكونوا حريصين على إجراء الفحوصات للأطفال مبكرا؟ يعني يكون في فحص دوري مثلا؟ بص، لا أقدر أقول لحضرتك عشان أجي أتكلم على العوامل الوراثية، الأهل نفسهم بيكونوا عارفين الـ 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 السلسلة أو الـ الأسرية بتاعتهم. يعني هو بيجي يقول لك والله، وده طبيعي جدا في أي لقاء مع مريض لأول مرة، أنت بتاخد منه التقرير الطبي عنه الكامل، بتسأله هل في سرطانات أخرى في العيلة، هل لي إخوات آخرين، هل حدث إصابة بنوع معين، فأنت بتسأله بتقدر تعرف فعلا أن في
كانسر بريديسبوزيشن او في احتماليه ان الطفل ده او اخواته، لان ساعتها بنحتاج في بعض الاورام ان احنا نقول هنتابع اخواته، ودي فيها حاجات زي ما قلت لك مش في كله، انما في بعض الاورام زي اورام العين مثلا، اورام العين عند الاطفال وارد فيها جدا الارتباط الجيني والارتباط الاسري، بالذات لما تيجي في سن صغير جدا اقل من سنتين بتجب المتابعه ومتابعه الاخوات كمان. فمهم جدا ان الاسره تنتبه لده، وفي الغالب الاسره بعد الطفل الاول ومع الاحتكاك بالاطباء بتكون على علم وبيوجهوها يقولوا لها ان فعلا ممكن اطفال اخرين من عيالها او كده يكون عندهم المرض ده في المستقبل. طيب في نفس السياق يا دكتور، حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، خلينا نقول ان في شخصين مقبلين على الزواج او بالفعل تزوجوا في تاريخ مرضي في العيله لاشخاص اصيبت بالسرطان، هل في طريقة ممكن الأسرة تتابع فيها الجنين مثلا، يعني الأب والأم أو الزوجين يقدروا يتابعوا الجنين في المراحل، مراحل النمو، يتأكدوا من سلامته، في أي طريقة من نقدر نعمل بيها ده؟ بص حضرتك، المتابعة الدورية يعني في عمومه مهمة جدا، إنما أنا عشان يعني أنا ما عنديش ارتباط زي ما قلت لك في أورام غير بعض الأورام بالنسبة للأطفال، سرطانات العظام، سرطانات العيون، الناس اللي عندهم متلازمات، نقص المناعة الحادة، في الغالب ده بيكون الأسر نفسها بتكون عارفة من الأول، لكن حتى عند وجود ذلك بيكون في احتمالية إنما غير مؤكدة. فإحنا بننصح لو ده موجود ومعروف إن هنقول لهم والله خلوا بالكم من التاريخ المرضي اللي موجود، إنما أنا ما أقدرش زي ما قلت لحضرتك أربط كل سرطان بتحور جيني أو إنه يكون داخل فيه عوامل وراثيه، برضه مش مثبته بالشكل الواضح في سرطانات الاطفال. طيب. موجوده لكن غير مثبته بالشكل الكبير. عظيم. دكتور، اي اب واي ام بمجرد ما يعرفوا ان ابنهم اصيب بالسرطان بتجيلهم صدمه، وصدمه قويه جدا، في اللي بيقدر يتعامل مع الموضوع، انا بتكلم من الناحيه النفسيه، وفي اللي بيبقى قاعد يعني لو حد شاف ابنه بيكح بس ما بيبقاش قادر يمسك نفسه مثلا، وبيبقى تعبان وبيبقى مرهق نفسيا وكل حاجه بصراحه. في الحالات اللي زي دي ازاي الاب والام يتعاملوا مع الطفل؟ هم طبعا بكل تاكيد زي ما حضرتك ذكرت هياخدوه يتوجهوا بيه للطبيب ويتفحص ويمشي مراحل العلاجيه، لكن بيبقوا مقبلين على مرحله صعبه من العلاج، من الالم النفسي، من الالم الجسدي كمان، من العلاج اللي بياخده للسرطان، فازاي يتعاملوا مع الطفل مثلا لما يكتشفوا ان هو عنده سرطان؟ بص حضرتك، هو يعني اليوم ده زي ما كنت بقول لحضرتك هو أهميته إن هو يعني هو تضافر للجهود ودعم للأسر ودعم للمرضى وتذكرة إن المرض ده رغم إنه يعني طبعا مقارنة بالأورام والسرطانات بتاعت الفئة العمرية الأكبر يكاد يكون محتاج تسليط بعض الضوء عليه. فإحنا بنقول للأهالي نفس الكلام ده في الأورام في العموم وبالذات أورام الأطفال، إحنا نقدر نقول إن العلاج مش متوقف فقط على لا شخص واحد ولا طريقة علاج واحدة، يعني أنا لازم يكون عندي تضافر من طبيب متفهم، ويكون عندي برضو أسرة بتدعم الطفل بتاعها، لأن الأسرة بتعدي بمشوار غير طبيعي زي ما حضرتك قلت، وبيكون مرهق جسديا ومرهق نفسيا، ومش مطلوب كمان من الأسرة غير انها ما تبينش ده لطفلها، لان زي ما قلت حضرتك انا الفئة العمرية عندي من الولادة لسن 18، فما بال حضرتك ودي من اصعب الفئة العمرية سن 16 17 والولاد في مدارس كمان بيكون مدرك وفي مدارس كمان، وده بيؤثر عليهم اكيد بالزبط. هيؤثر طبعا لو شافني وانا منهار هيؤثر على مستوى الدراسي بكل تاكيد، وهو مع الوقت كمان التزامه وتغيير نمط حياته من ان هو هيروح نادي، من ان هو هيخرج، من لا ده انا رايح اخد جرعه، ده انا رايح اخد جلسه، فبالتالي الدعم النفسي للمرضى دول صعب جدا. وكنت بقول لحضرتك ان احنا عندنا في سرطانات الاطفال بيسموها مالتي ديسيبلينري ابروتش، يعني ايه؟ يعني هو يعني علاج متعدد الجوانب، بيدخل فيه علاج كيميائي، علاج جراحي، علاج اشعاعي، زائد الدعم النفسي طبعا. يعني الدعم النفسي هو احد الاطراف في المعادله المهم جدا جدا، انك تقدر تقنع الطفل بتلقي العلاج والالتزام بالجرعات. طيب دكتور اخيرا، يعني حسب منظمه الصحه العالميه في تقريبا 1000 طفل في العالم بيصابوا بهذا المرض، اعتقد ده رقم مش بسيط باي شكل من الاشكال، ويمكن مرض السرطان من الامراض اللي بترعبنا بمجرد ذكر اسمها للاسف. هل
مع ارتفاع هذا الرقم من الإصابة، هل بيقابله كمان ارتفاع الأمل في إيجاد علاج لمرض السرطان، في تقدم لإيجاد علاج لمرض السرطان، ولا لسه مازال الأمر طور الدراسة؟ والله حضرتك الأسئلة دي مهمة جدا. نمرة واحد فعلا ان احنا نحاول ندفع الأمل للأسر. رقم واحد حضرتك هو شقين في السؤال اللي حضرتك بتقوليه، اول حاجة مجهودات منظمة الصحة العالمية، والنقطة الثانية هو اللي بيجي له سرطان ده بيروح فين، بيعمل ايه، حالته بتبقى عاملة ازاي. لا، سرطانات الأطفال والأطفال في العموم احنا حتى بنقول لهم انتوا أبطال. ليه هم أبطال؟ هو بيتحمل جامد جدا، انما نسب الشفاء في الاطفال عاليه جدا. يعني نسب الشفاء عندي في بعض انواع اللوكيميا او سرطانات الدم بتصل الى فوق 90%، بعض اورام الغدد الليمفاويه بتصل الى 100%. فالحقيقه لا، في نسب شفاء عاليه جدا في السرطانات. منظمه الصحه العالميه على ذكر اللي حضرتك قلتيه، هي كانت عملت منصه اطلقت في 2018. كانت المنصه دي الهدف منها برضو توحيد الجهود، وهي بيسموها جلوبال او 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 جلوبال انيشيتيف او مبادره عالميه، وكانت بالتنسيق مع مستشفى امريكيه هي سان جود، وانضمت ليها مصر كمان وبمجهودات وزاره الصحه مؤخرا للمنظمه دي لتوحيد الجهود في علاج الورم. شكرا جزيلا دكتور محمود حمادي، استشاري اورام الاطفال وزراعه النخاع بالمعهد القومي للاورام بجامعه القاهره، الف شكر لحضرتك. الله يخلي حضرتك، شكرا جزيلا وصباح الخير عليكم. صباح النور. شاهدينا موجز التاسعة مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي بقصر الاتحادية على أن مصر وتركيا تواجهان تحديات مشتركة، مؤكدا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسات العسكرية بالبلاد. كما رحب الرئيس السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط. وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد الرئيس السيسي أنه توافق مع الرئيس التركي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وأهمية تحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات لأهالي غزة. من جانبه، أكد الرئيس التركي أنه تم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وأوضح الرئيس التركي أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي تطرق إلى الملف الليبي والصومالي والسوداني، مؤكدا حرصه على وحدة هذه الدول الثلاث وأمنها واستقرارها. وأكد الرئيس التركي أن بلاده عازمة على استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وبحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية. وحول الأوضاع في غزة، أعرب الرئيس التركي عن رفضه لتهجير سكان قطاع غزة، معبرا عن تقديره لموقف مصر في هذا الأمر أيضا. هذا هو وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. بدأ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا زيارة رسمية إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما يلقي الرئيس البرازيلي كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بخصوص فلسطين، حيث يدعو دا سيلفا إلى إيجاد حل لبقاء دولة فلسطين حسب ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط تحذيرات من هجوم في مدينة رفح. وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع، وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى. ويطلق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله. يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه كندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. ووفق بيان مشترك، حذرت الدول الثلاث من أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية.
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور جراء فرض قيود إسرائيلية على الحركة وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، بما يحد من حرية الحركة بشكل كبير. كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني، وأوضحت مصادر لبنانية استشهاد أكثر من 10 لبنانيين بينهم نساء وأطفال في القصف الذي طال عدة بلدات بالجنوب. في الوقت نفسه تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الوضع على الحدود اللبنانية مؤكدا استمرار الاستعدادات للحرب في المنطقة الشمالية. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة بتنطلق أول أيام معارض أهلا رمضان، خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن الشهر الفضيل. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا هذه المعارض بتوفر كل السلع الغذائية اللي بتحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم، وبتعتبر هذه المعارض فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة جدا. معرض أهلا رمضان واحد من أهم معارض السلع الغذائية اللي بتطرحها الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، ويعتبر المعرض فرصة للمواطنين لشراء كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة جداً. المعرض هينطلق النهاردة في عدد كبير جداً من المحافظات، وهيتم من خلاله طرح وتوفير اللحوم المجمدة والطازجة بالإضافة للدواجن والزيوت ويميش رمضان والجبن ومشتقات الألبان والرز والمكرونة والعسل. ده غير إن السلع الغذائية المطروحة في معرض أهلاً رمضان وصلت كميتها لأرقام ضخمة، يعني مثلاً هيتم طرح 55 ألف طن سكر و17 ألف طن زيت طعام و30 ألف طن رز وأكثر من 10,000 طن مكرونة. وتم تجهيز المعارض بكل الخدمات اللي هيحتاجها العارضين بشكل مجاني، وده لتشجيعهم علشان يقدموا تخفيضات كبيرة هتتراوح ما بين 25% لـ30% بالمقارنة بالسوق الحرة وسلع جودتها عالية. وهتستقبل المعارض كل المواطنين الراغبين في الشراء، وهيكون الحد الأدنى للمعارض في كل محافظة 3 معارض رئيسية بالإضافة للشوادر والعربيات المتنقلة. وتم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها في أنها تكثف من ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ بالتعاون مع انطلاق معارض أهلاً رمضان في المحافظات. كمان وزارة التموين وجهت مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك علشان يتابعوا المحلات التجارية ويتأكدوا من التزامهم بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات تضر بحقوق المستهلك. تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر. صباح الخير عليك يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. يا أهلا بيك يا فندم. في البداية إيه هي طبيعة الاستعدادات لإطلاق معارض أهلا رمضان؟ والله أنا لازم نوضح نقطة، إن إحنا في حالة استعداد دائم يمكن من شهر رمضان الماضي مرورا بمبادرة تخفيض الأسعار التي أقرها فخامة الرئيس، وحتى الآن إحنا بس بنعمل تجديدات للمعارض المقامة فعلا. يمكن كان في اجتماع يوم السبت الماضي مع معالي الدكتور علي مصالحي وزير التموين، اللي وجه بعد اجتماعات كتيرة مع الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان احنا نبدا في اطلاق وفتح ابواب المعارض اعتبارا من النهارده ان شاء الله ولمده شهر او اكثر حسب الاحتياج للساده المواطنين. بالتالي احنا في المحافظه هنا تم عقد اجتماع مع سعاده المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والغرفه التجاريه وجهاز حمايه المستهلك وجميع الجهات المعنيه ومباحث التموين، وفعلا اقمنا عدد 7 معارض رئيسيه في جميع المدن،
وكذلك هيكون في لنا خطة للسيارات المتنقلة التي تجوب المناطق التي يقل فيها عدد المعارض أو المنافس. طيب يا فندم، أبرز المواد الغذائية اللي هيتم توفيرها في المعرض، نسب كمان التخفيض بلغت كام تقريبا؟ يمكن من أبرز السلع اللي هي هتكون متواجدة، وهي متواجدة فعلا دلوقتي لأن أنا كنت امبارح في المعرض وبشوف الكميات والإتاحة بتاعتها قد إيه والكميات الموجودة في المعرض، يمكن من أهمها الأرز والزيت والسكر والمكرونة والشاي والصلصة والبقوليات والبلح والمسلس النباتي، وهيكون فيه لحوم مجمدة ودواجن مجمدة بالإضافة للحوم الطازجة، هيكون بأسعار تنخفض عن أسعار السوق حوالي 25 إلى 30% عن مثلها في الأسواق الحرة. طيب في المحافظة بشكل عام يا فندم، احنا عندنا كم معرض أو كم شادر؟ احنا عندنا 7 معارض رئيسية في كل مركز، يمكن الغرفة التجارية بتشارك في 3 معارض في على مستوى المحافظة، انما باقي المعارض احنا اقمناها بالتنسيق مع السيد المحافظ ورؤساء مجالس المدن. 7 معارض رئيسية بخلاف حوالي 20 أو 30 شادر بيتم افتتاحهم تباعا في الفترة القادمة خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، وتجهيز مع تجهيز فروع مشروع جمعيتي للاشتراك في المبادرة وفي معارض أهلا رمضان. طب يا فندم، بالنسبة لإتاحة وكم المعروض في هذه المعارض، عايز أعرف من حضرتك هل بيتم دراسة الكثافة السكانية اللي متواجد حواليها هذه المعارض وبيتم ضخ المنتجات على أساسها، ولا إزاي بيتم توفير هذه المنتجات يا فندم؟ زي ما حضرتك قلتي بالضبط، احنا عندنا قاعدة بيانات كاملة ووافية ودقيقة ومحدثة بالتعداد السكاني في كل منطقة من مناطق المحافظة، وبالتالي احنا بنحدد الكميات بتتواجد في المعارض، وبيكون في تنبيه على الشركات والعارضين انه يكون في امداد يومي وعلى مدار الساعة لاستعادة كل كمية بيتم بيعها أو توزيعها للسادة المواطنين، بحيث أن المعرض يكون كامل من السلع الغذائية الهامة الرئيسية اللي بيطلبها المواطن، وبيكون في كميات إضافية بتنزل كل يوم على المعرض والمعارض التانية الأخرى، بالإضافة طبعا أن احنا فرضين عليهم ان هم بيكون الاسعار معلنه ودائمه على ده كل جميل صنف. جدا. طيب زي ما حضرتك قلت ان في تواصل بشكل مستمر مع العارضين مع الشركات مع المصانع اللي موجوده في معارض اهلا رمضان لمتابعه توافر كل السلع، هل في طرق اخرى للمراقبه للمتابعه لهذه المعارض عشان نتاكد بالفعل ان هم بيبيعوا بنفس التسعيره المتفق عليها بنسبه الخصم؟ ده هياخدنا لموضوع آخر، إن هو من فترة أو من شهر 1/24 في لجان على كافة المحافظات، اللجنة دي بتضم جميع الجهات المختصة منها مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية ومندوب ممثل عن المحافظة لدراسة وتكوين قاعدة بيانات كاملة عن كل الأنشطة والمخازن والمحلات التجارية اللي بتتعامل في السلع الغذائية لتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للسعر وتدوين الأسعار على المنتجات كلها وإرفاق الفواتير الدالة على ذلك. وبالتالي احنا عندنا إمكانية ان احنا عارفين المخازن فيها قد ايه كميات كبيرة من السلع، الأسعار ايه هي، وبيتم متابعتها وتكثيف الحملات الرقابية. ولازم أوضح ان في حاجة اسمها الرقابة الواعية على هذه الأسواق علشان ما يحصلش تأييد للسوق أو أن السوق يكون منفتح أنه يكون فيه زيادة في الأسعار مبالغ بيها، ولذلك بنعرف الأسعار أو الحد الأقصى للسعر وبيبدأ الحملات واللجان بتنزل على الأنشطة وتتأكد من نقاط العرض للمستهلك النهائي أنها ملتزمة بهذا السعر. طب يا فندم، في نفس السياق، في حالة مخالفة الشروط اللي وضعتها مديرية التموين، إيه اللي بيتم في هذه الحالة
ولو في احد المواطنين لاحظ وجود مخالفه يتوجه لمين؟ طبعا احنا عندنا حكايه ان المواطن دي نقطه مهمه جدا، ان يكون لازم يكون في ايجابيه للمواطن. المواطن اول ما يلاقي ان في مخالفه او حاسس ان هو في اسعار مبالغ بيها او جوده سلع او اي شيء من ده، ممكن يتواصل على طول على الرقم الخط الساخن لجهاز حمايه المستهلك 19588 او بوابه الشكاوى الحكوميه 16528. طيب. بينما اتفضل يا فندم كمل. بينما ان احنا بيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه ضد المخالفين من التجار عن المخالفات، وخاصه حجب السلع او الامتناع عن البيع او البيع بازيد من الاسعار المعلنه او المدونه على العبوه، وبيتم مصادرة الكميات اللي بيتم ضبطها، يعني عقوبة بتكون رضاعة جدا بالنسبة للمخالفين. شكرا جزيلا للدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لموضوع آخر، وامبارح تم إعلان عن وصول رواية مقامرة على شرف الليدي متسي إلى قائمة قصيرة الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2024، عشان تكلل جهد سنوات من البحث والكتابه لمؤلفها الروائي احمد مرسي. احنا معانا دلوقتي عبر زوم الروائي احمد مرسي، ان شاء الله الجائزه تكون من نصيبه هذا العام، عشان نبارك له طبعا على ترشيحه في البدايه وترشيح روايته ضمن السته الاوائل. يا استاذ احمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير والله، ومتفائل خير ان شاء الله باذن الله الجائزه تكون من نصيبك. دعواتك ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. ربنا معاك. لو كنت تكلمنا في البدايه عن ترشيح الروايه للقائمه القصيره وايه اللي بيمثله بالنسبه لك. والله هي ترشيح الروايه، هي الجائزه بيتم الترشيح ليها عن طريق دار النشر، ويعني دار النشر وثقت في العمل وقامت بتقديمه من كذا شهر، والحمد لله ربنا وفقها. الجائزه جائزه ليها اسمها في الادب العربي وفي فن الروايه على وجه الخصوص، يعني وهو هي بمثابه تقدير، يعني اي كاتب يحب ان اسمه يذكر في جوائز كبيره زي جائزه البوكر وغيرها من الجوائز الكبيره، خاصه هي جائزه عالميه للروايه العربيه، وهي بمثابه تقدير يعني ومسؤوليه في نفس الوقت. يعني دايما 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 الكاتب بالجوائز بترتبط بالنسبه له بالمسؤوليه كذلك، يعني الاعمال القادمه. طيب يا فندم، رواية مقامرة على شرف الليدي متسي هي رحلة كمان من سبق الخيول، لو تكلمنا أكتر عن أجواء تألفها خلال فترة الجائحة، إيه الرسائل اللي بتحملها أبطال الرواية، لو تقول لنا بعض التفاصيل عنها. هي الرواية بدأت كتابتها في سنة 2020، و2020 طبعا كلنا عارفين إن هي سنة يعني كانت مرت علينا صعبة بسبب جائحة كورونا و مشاكل كتير، سواء في على المستوى الصحي، على المستوى فقد الاشخاص، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي كذلك، الازمات الاقتصاديه وغيره في العالم كله. فبشوف مأساة الانسان المأزوم في الفتره دي، ولكن مش في عصرنا، مش في العصر ده، لكن من 100 سنه في ظروف مشابهه تماما لورطه هذا الانسان المأزوم ده، في ظروف مشابهه لبدايه القرن العشرين، كان في برضه حروب تغزو العالم، و مصر كانت بتعيش ما بعد فترة ما بعد ثورة 19، كان في وباء الانفلونزا الإسبانية، كان في فنجد إن مأساة الأبطال في الرواية مشابهة تماما لمأساة يعني لألم الإنسان في عبر الزمن أو عبر المكان. بنلاقي إن دايما لما بيكون في أوضاع مأزومة بيتمسك الإنسان بالأمل والأمنيات، حتى لو هذه الأمنيات أمنيات كاذبة يعني. ف الرواية بتناقش فكرة الأمنيات غير محققة، إحنا يحصل إيه لو الإنسان تأمل في أشياء ولم يصل لها يعني في نهاية حياته. طبيعي إنه الكاتب أو الروائي بيتأثر بالبيئة المحيطة، بيتأثر بالأحداث حواليه، ففي الفترة الصعبة دي إزاي أثرت عليك في كتابة الرواية؟ والله هي كانت فترة صعبة على جميع المستويات طبعاً، سواء اجتماعياً أو نفسياً أو غيره، علينا كلنا يعني، وأكيد أي حد مر بهذه التجربة كانت فترة صعبة عليه. ولكن الانسان يعني يمكن الكاتب بالاخص بتفضح في باله افكار معينه بتؤرقه، وكان يعني شاغلي فيها في الفتره دي. في ناس عاشوا بامنيات كثيره ولكنها انتهت او بترت في هذه اللحظه، او
الناس عاشوا وضع مأزوم شديد، فمباشرة أحلت ده للقصة بتاعت أبطال الرواية. طيب أستاذ أحمد، خلينا استغل وجودك معنا وتكلمنا عن مشروعك الإبداعي اللي جاي، خاصة زي ما ذكرت حضرتك من شوية المسؤولية الملقاة عليك بعد ترشيحك للبوكر. والله هي أنا صدد إصدار رواية إن شاء الله مع دار داون برضو عن تقبل الآخر وتفاهم الآخر. يعني زي ما احنا شايفين احنا بنعيش في عالم يعني بيتم فيه تجريم الآخر واعتباره عدو المخالف، يعني سواء أيا كان هذا الخلاف، سواء هذا الخلاف عقائدي فكري وخلافه حتى يعني من أي خلاف بيتحول إلى عداء. يعني فإزاي يستطيع الإنسان هو يتقبل الآخر، وإلى أي مدى ممكن يكتشف الإنسان أن عدوه مش عدوه لو اقترب منه بالشكل الكافي. يعني فالعمل الجديد بيناقش الفكرة دي. طيب أستاذ أحمد، إيه شروط الفوز بهذه الجائزة؟ هل في مجموعة من المعايير يجب أن تتوفر في الرواية عشان تفوز بهذه الجائزة؟ معايير فنية طبعا، يعني هي الجائزة جائزة عن الرواية، عن الرواية العربية على وجه الخصوص، فهي معاييرها معايير فنية لفن الرواية نفسه. فأي رواية تستطيع إن هي يعني حتى لو كاتبها شاب كبير ما فيش شروط، ده هي أهم حاجة المعايير الفنية للرواية، ولجنة التحكيم بتمر على هذه المعايير الفنية وإلى أي مدى تفيد هذه الرواية الحركة الثقافية بشكل عام وتناقش أزمة إنسان حقيقي. هذه الأزمة أو مشكلة إنسانية عامة، مش لازم تكون مشكلة خاصة أو كده، يعني باعتبار زي ما قلنا إن الألم الإنساني واحد، فهي هي على فنية الرواية طبعا. يعني الهدف الأساسي هي فنية الرواية. أستاذ أحمد، بتختار موضوعات روايتك على أي أساس؟ هل بيكون إلهام؟ هل بيبقى في موضوع معين عايز تتكلم عنه وتتناوله من خلال الرواية؟ خاصة إنه كل موضوع بيتطلب أكيد وجود عدد من الشخصيات، اللي بيتطلب برضو إن حضرتك تتعمق في الجانب النفسي لهذه الشخصيات. فكرة الرواية بتبدأ في الأساس بسؤال، يعني سؤال بيؤرقني في الأساس وبفكر فيه، يعني زي الرواية عن ماذا يحدث لو الإنسان في نهاية حياته كان محمل بأماني كثيرة ولكنه لم يحط منها حاجة، أو فقد شيء، أو لم يستطع أن هو يستعيد شيء فقده أو غيره. في أول رواية كنت كتبتها كانت بتتكلم على الفقد وفلسفة الصورة، إزاي إلى أي إنسان ممكن بيحاول إنسان يصارع الفقد ويصارع فنائه بفكرة الخلود وفكرة التصوير. فتناقشت فكرة ظهور التصوير الفوتوغرافي في منتصف القرن 19 في مصر. فهو في البداية شرارة الرواية الأولى بتبقى سؤال مؤرق الكاتب، شيء بداخله عايز يشاركه مع قراء، فبيكون في الأساس سؤال مؤرق لي من داخلي. يعني بعد كده بيبدأ يبني عالمه، خاصة لو الرواية زي مقامرة على شرط ليدي ميسي رواية تاريخية أو بتدور في فلك تاريخي، فبيبقى في مرحلة أخرى بقى من إيه، من الإعداد ومن الدراسة، قد تستمر عام واثنين وثلاثة. عظيم. أنا زي ما قلت لك في البداية أنا متفائل إن شاء الله إن الجائزة هتكون من نصيبك. إحنا الجائزة دي انطلقت في 2007، في 2008 كانت للرواية الكبير بهاء طاهر واحة الغروب، بعديها على طول عزازيل للاستاذ يوسف زيدان. فاحنا بقالنا كتير قوي الجائزه دي بعيد عننا، لكن ان شاء الله هترجع بالروايه بتاعتك ان شاء الله. شكرا لذوقك حقيقي في المعنى. طيب استاذ احمد، الحقيقه احنا سعدنا بلقائك، لكن قبل ما نختم معاك، في اي اسئله تانية بتؤرقك للروايات اللي جايه؟ هنقراها في الروايات الجايه. نورتها ان شاء الله في الروايات الجايه. الله يخليك يا استاذ. شكرا ليك. والكاتب والروائي احمد بورسي، شكرا ليك. خلينا نروح معاكم لموضوع اخر. امبارح كان حفل ختام مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه في دورته ال 13. مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه واحد من اهم المهرجانات السينمائيه في القاره السمراء. طبعا كاميرا صباح الخير يا مصر كانت موجوده هناك ونقلت لنا حفل الختام. في الواقع أننا شاهدنا مجموعة من أفلام أفريقية، ما يسمى بأفريقيا السوداء، أي جنوب الصحراء، أفلام جيدة وجادة حقيقة، ونحن حرنا من سينال هذه الجوائز.
فشاهدنا هذه الأفلام الرائعة والجميلة جدا، لأننا كنا نجهل حقيقة العادات والتقاليد ديال إخواننا وأشقائنا الأفارقة، لم نراهم ونشاهدهم إلا من خلال الأفلام السينمائية ومن خلال المهرجان. فالفيلم الذي نال الجائزة الكبرى الآن هو فيلم سوداني وداعا جوليا. هذا الفيلم أنا شخصيا أعتبره من أهم وأفضل الأفلام ما شاهدت. أولا مهرجان أنا شايفة أنه هو بيتقدم، أنا ما حضرتش قبل كده، لكن بقاله 13 سنة يعني أكيد من دورة لدورة في تقدم، لأن من يوم ليوم في حاجات جديدة بتطلع وأفكار جديدة بتطلع، وتضامن الشعوب الأفريقية حاجة عظيمة جدا، تنوع الثقافات، تبادل لغات، أفكار، كل حد عنده الثقافات بتاعته وبلد عنده، وكون ان هو يتعامل في الأقصر، هو لازم يتعامل في الأقصر لأن احنا قلب أفريقيا، يعني احنا لازم يتعامل في الأقصر. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مهرجان كبير جدا، ونحن سعيدين بأننا شاركنا فيه، وليس الفوز فقط، للموضوع ما فوز أو غيره، كل من يشارك أو يشاهد في مهرجان الأقصر هو فائز بشكل أو آخر، لأنه دي القوة الناعمة اللي نحن عايزين نحرك بها أفريقيا نحو الأمام يعني، ونتفكى من المستعمر القديم وكذا. فيلم وداعا جوليا بتناول قضية انفصال جنوب السودان، وبتناول العنصرية، وبتناول اضطهاد المرأة، فيه جوانب كثيرة في المجتمع السوداني، وهو كان مفروض يكون قبل كده لكن لظروف كثيرة تأخر هذا الفيلم، ولكن برضه هو ما زال مهم جدا بالنسبة للمجتمع السوداني لأننا بنعيش مشاكل متواصلة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه انه مؤخرا بقينا بنسمع عن انواع دايت او انواع من طرق يعني تنظيم كده الغذائي، انه حاجات غريبه جدا، منهم رجيم الشوكولاته، واحد من اغرب انواع الدايت او من اغرب انواع الرجيم السريع يعني شوكولاته وسريع، ابتكره دكتور بريطاني بهدف كسر اسطوره ان الشوكولاته مضره، مش بس كده، ده اكد كمان انه للشوكولات فوائد صحيه. يا شاذلي انت قلت ان هو دكتور بريطاني مش معانا هنا، فممكن يكون هناك بتخسس تفتكر، لكن هنا الوضع مختلف. وبعدين حضرتنا جايه تتكلم عن الشوكولاته وفوائد الشوكولاته، فين المهنيه بقى؟ جيب شوكولاته معاها وهي جايه، نجيب شوكولاته واحنا جايين. معانا طبعا الدكتوره مروه نوح استشاري التغذيه العلاجيه منورانا عشان نتكلم عن فوائد الشوكولاته، وهل بالفعل الشوكولاته ممكن تخسس؟ صباح الخير عليك. صباح الفل، اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير. يعني نص المعلومات صح ونصها غلط، زي ما جمانة قالت، في طلع موضة كده من شوية حاجة اسمها دايت الشوكولاتة، ويمكن واحدة من السليبرتيز المعروفين قوي اللي خسوا جدا جدا كانت برضو بتعمل دايت معين أو حمية غذائية معينة انكلودنج الشوكولاتة، في حاجة اسمها سيرت فودز أو أكلات معينة أو مواد معينة من الأكل بتتاخد كان منها الشوكولاتة والنبيت الأحمر والباريز التوتيات، فخست خصية رهيبة يعني فوق ال 40 50 كيلو، فدي برضو عملت ضج. ايه حكاية الشوكولاتة وهي ممنوعة ولا لا؟ طب وبتخسس ولا بتتخن ومفيدة ولا لا؟ الحقيقة الكاكاو نفسه، الكاكاو الخام، هي اللي هي الشوكولاتة، هي مادة مفيدة جدا وغنية بمضادات الأكسدة، مليانة بوليفينولز، فلافينويدز، حاجة اسمها كاتوكنز، كل دي مضادات أكسدة اللي كل الأبحاث أثبتت إنها مفيدة جدا للمناعة مثلا، لأن مضادات الأكسدة بتحسن من كفاءة الخلايا، مفيدة جدا للقلب، للضغط، إيفن للكوليسترول. أمال إحنا ليه الشوكولاتة عليها مشاكل كتير وكده؟ إحنا ما بناكلش كاكاو خام، إحنا بناخد شوكولاتة معاها دهون ومعاها سكر كتير. فكرة الدايت اللي اتعمل على الشوكولاتة إن هي بتخسس، هو عمل إن هو بيدي قبل الثلاث وجبات قطعة من الشوكولاتة من الدارك شوكولات، وانا عايزه اتكلم على الدارك شوكولات برضو النهارده لان الناس بتابيوزت او بتستخدمها كتير، اصل دي شوكولاته صحيه، اصل دي شوكولاته دايت، مش حاجه اسمها كده، هي فيها سعرات. فاما ادى الشوكولاته اللي هي الدارك من 70 ل 85% في الرينج ده، بتبقى مره شويه وفي نفس الوقت فيها مضادات الاكسده والحاجات اللي بتعلي المود وبتحسس بالبلاجر، فالناس كانت بتحس انها مبسوطه وفل
بس معاها عمل ايه؟ ودي مهمه جدا، ادى دايت منخفض جدا في السعرات. فبقت الناس بتخس عشان الدايت منخفض جدا في السعرات، وفي نفس الوقت مبسوطه بطعم الشوكولا او انها بتاكل حاجه المفروض الاساطير بتقول انها ممنوعه تماما. فهي دي القصه. كل بقى العلماء بعد كده قال لك طب الدايت دي سواء الممثله المشهوره المغنيه المشهوره دي عملته او دايت الشوكولاته، هل هو صحي او هل هو ممكن نعمله؟ قال لك الحاجات اللي فيري لو كالوري دايت زي ما اتعمل اللي هي بسعرات حراريه قليله جدا ده مش سستينبل او مش ما ينفعش نستمر عليه، وبيفتقر عناصر غذائيه كتير. يعني كل ما نقلل من السعرات احنا اكيد بنقلل من كميات الاكل اللي بناخده من المجموعات الغذائيه اللي المفروض ناخدها عشان نبقى صحيين. فيقول لك الدايت ده مش مستمر، ما ينفعش دايت نمط حياه نعيش عليه. فبالتالي هو مش صحي عشان دي. لكن الكاكاو في حد ذاته من الحاجات الغنيه جدا بمواد مضاده للالتهابات ومضادات الاكسده، مهم جدا زي ما قلت للمود، مهم جدا بيقلل الكورتيزول، مهم جدا للناس اللي عندها مثلا الزهايمر في عليها ستاديز ان ممكن يحسن من وظائف المخ على فكره ايفن للجلد، لان هو بيشتغل على بيزود حاجه اسمها نيتريك اوكسايد في الجسم، وده بيحسن ان يخلي الشرايين او البلاد فيسلز انها توسع، فبالتالي يحسن كل ده من الكاكاو بتاعنا الدم. ده كل ده من الكاكاو، تدفق الدم فيحس ينخفض من ضغط الدم. معلش هو الكاكاو هو الهوت شوكليت هما الاثنين واحد؟ ما احنا بص خلينا نقول الكاكاو بنستخدمه في ايه؟ الهوت شوكليت ده عباره عن لبن بنحط عليه كاكاو، بس في كاكاو مليان سكر. احنا في كاكاو بيبقى محلى. وعلى فكره كمان الشوكولاته بتفرق، لان كل ما الكاكاو يتعرض لدرجه حراره عاليه ويتعرض لتصنيع بيفقد كتير من الفلافينويدز، بيفقد حوالي 60%، فبيفقد فوائده اساسا. فعشان كده بنقول الشوكولاته بتفقد من فوائد الكاكاو كتير بتعرضها للحراره وفي عمليه التصنيع. يعني لو حد جاب الكاكاو الخام انا اشاز يسلو انا عارفه استخدمه هو جايب كاكاو وعايز يطمن هو صدقيني بنطمن هنستخدمه عشان الكاكاو الخام ده هو اللي صحي. الكاكاو الخام هو اللي صحي لان هو فيه كل الفوائد من غير اضافات اللي ممكن تعمل لي مشاكل زي السكر. يعني حتى الكاكاو عليه ابحاث ان هو بيحسن من حساسيه الانسولين فمفيد لمريض السكر. لكن الشوكولاته اللي بناخدها اللي مليانه سكر بتضر مريض السكر، هي دي النقطه. لكن ممكن اكل شوكولاته عادي بس بكميات محدوده. ممكن اكل شوكولاته، وعايزه كنت اتكلم على الدارك شوكليت اللي احنا بناخدها. الناس اللي بتعمل دايت او اللي مش عايز تتخن بتجيب باك شوكولاته دارك قد كده عشان دي شوكولاته دايت او ما بتتخنش طول اليوم. لا. بقى ايه كل يوم طول اليوم زي ما قلنا الرجيم اللي اتعمل اللي جوانا قالت عليه اتعمل مع نظام قليل جدا في السعرات، ده اللي خسس. هي تملي حسبه سعرات على فكره، يعني ممكن انت تاخد مثلا 2 كيوب زي تاخد واحد بس عشان الوزن مختلف واحنا اتنين بنخس، يعني هو الوزن بيختلف في الانتاج. هم عملوه جنرال 100,000 سعر حراري فده كان قليل جدا. تاني حاجه الشوكولاته الدارك مختلفه عن البيضه، في المفروض انها نسبه الكاكاو فيها اعلى فالفوائد اعلى ونسبه الدهون والسكر اقل، بس بيقول لك لازم نختار الحاجات اللي مضمونه انها فعلا معموله بجوده عاليه. يعني مش اي حاجه مكتوب عليها دارك شوكليت بتبقى فعلا صحي. الحل ازاي؟ طب نعمل ايه؟ ناكل ولا ما ناكلش؟ هنعرف منين؟ طبعا بيبقى فيه الخصائص الغذائيه مكتوبه، مش كل الناس تعرف تقراها بس ماشي. بس احنا الحل في كل حاجه فيها اختلاف صحيه ولا لا الاعتدال. فاللي هو مش لازم برضو الشوكولاته من الحاجات اللي بتعمل ادمان، ان فيها نسبه كافيين وبتعلي الدوبامين او السيروتونين هرمون السعاده، فمن الحاجات اللي بتعمل ادمان. فتلاقي الناس مش قادره تاكل، بتقول لك كيوب او حته صغيره تقول لك ازاي انا بجيب الشوكولاته اللي قد كده، طب بقيت اكل كل يوم، طب بقيت اكل كل يوم مرتين. فهي بتعمل ادمان. فالمودريشن او ان انا اكل بتقنين ابقى واخد بالي باكل قد ايه وكم مره في الاسبوع ده الحل. لو انا مش قادر اعرف هي نوع الدارك شوكليت دي صحيه ولا لا. دكتور قلت لنا 1000 كالوري صح كده ولا ده الدايت اللي اتعمل اللي كان اتعمل عليه اللي قلت عليه الصحي قد ايه ويبقى يعني تقريبا كام كيوب او كام قطعه من الدارك شوكليت؟ يعني هو احنا بنقول من 1 ل 2 كيوبس عشان ناخد الفوائد بتاعتها من دارك شوكليت عاليه الجوده. عاليه الجوده يعني انا فعلا عارفه نسبه الكاكاو فيها، نسبه السكر فيها قد ايه. يعني المفروض ان العاليه من 70 وانت طالعه. بس مش كل الحاجات بتبقى هاي كواليتي، فهي دي اللي بيقول لك نقي بس جوده عاليه علشان ابقى ضامن كده. وحتى لو انا مش واثق وخدت كيوب او اتنين انا مره ما بحبش اخدها كل يوم. يعني انا ما بحب لانها ادمان. فبعد كده مش هقدر امسك نفسي انها تبقى كيوب او اتنين. بس هي مش ممنوعه برضو،
بس مفيش حاجه اسمها اقول للناس بس دايت شوكولاته، لان دايت شوكولاته وبعدين اكل بطاطس محمره واكل ساندوتش فول وطعميه واكل كيكه واكل لان ده مرتبط بنوعيه الاكل كمان طبعا اللي باكل معاها ايه. اللي خسوا في دايت الشوكولاته عشان كده باكد للناس، اللي خسوا في دايت الشوكولاته كانوا بياخدوا ثلاث وجبات فيها 1000 سعر، احنا ممكن نفطر هنا في مصر ب 2000 سعر بس في الفطار، فكانوا واخدين معاه دايت قليل السعرات جدا، فده اللي خلاهم يخسوا وهم مبسوطين. هي فكره دخول الشوكولاته مش انها بتخسس او انها بتحرق اكتر، هي انها بسطتهم بتعدل المود، لانه المفروض ان الدايت بيقلل المود بالظبط كده، وحسسهم ان هو احساسك انك بتاكلي حاجه انت فاكره انك ممنوعه منها عشان تخسي وخسيتي، ده لوحده بيعمل انبساط فبيحفزك انك تكملي وما تعملش على مده طويله. في ناس بتعمل انظمه غذائيه كمان صعبه جدا، زي مثلا الدايت الفاكهه، في ناس تقعد فتره تاكل فاكهه بس. صح، ده سليم خالص زي ما قلت في الاول، عدم وجود كل المجاميع الغذائيه في النظام الغذائي ده في حد ذاته غلط جدا على الصحه. يعني النظام اللي قلناه المغنيه المشهوره عملته وخست فوق ال 50 كيلو، بيقول لك غير ان هو بيفتقر في عناصر غذائيه كتير، بيفتقر في البروتينات مثلا، فبيحصل بالتالي وهن في العضلات، ووهن العضلات بيقلل الحرق. غير كده ما بمشي على كالوريز قليله قوي او سعرات حراريه قليله قوي، الجسم بيبتدي يعادل فيبتدي يقلل حرقه للسعرات دي لو استمرت عليها. يعني لو يوم هتعدي، لكن لو استمرت على سعرات قليله لمده طويله حرق الجسم اوريدي بينزل، لانه خايف انه ما يخشلوش اكل، فخايف انه يضعف. لو هو ماشي على بحرق، انا باخد 3000 سعر فجسمي بيحرق العادي 1500 2000 سعر مثلا، لو انا قللت ال1000 الجسم ابتدي ادابت، هو بيظبط نفسه فيقلل الحرق بتاعه خالص عشان يواكب ان بيخش له سعرات قليله. فدي مهمه جدا الناس تعرفها، مش صح ان اشيل مجموعه زي البروتين او زي النشويات الصحيه او زي الدهون الصحيه، لان كل دي لها وظائف في الجسم، هي مش مخلوقه كده اعتباط. هو الغلط ان ياخد منهم زياده عن طاقتي، والغلط ان ياخد مثلا نشويات من نشويات مش صحيه زي السكر مثلا. لكن انا خدت فاكهه، خدت مضادات اكسده وفيتامينات ومعادن وسكر طبيعي، بس ما خدتش بقيه العناصر صحيح. منها الدهون الصحيه، منها البروتينات، وكل دول حتى بيخشوا في انتاج الهرمونات مثلا اللي هي مهمه جدا لجميع وظائف الجسم. فالناس ما بتسمع دايت الشوكولاته او دايت المانجا او دايت الفاكهه بتبقى مبسوطه قوي، ليه؟ لان انا محروم من المانجا، فلما اكل مانجا براحتي انا كده خلاص انا مبسوط. انت مش محروم من المانجا ومش محروم من الشوكولاته ومش محروم اكتشلي حتى من الحلويات، لو باكلها بتقنين ومش باكلها كل يوم فما بقتش مدمن، وده طبعا يعني اكيد هنتكلم فيه في رمضان، ولو محسوبه ضمن سعراتي الحراريه، ويمكن قلتها قبل كده معاكم في البرنامج وهقولها تاني، رول 80-20 مهم جدا. 80% باخد الاكل الطبيعي الصحي عشان بس اوفر له كل العناصر الغذائيه اللي تخليه يقوم بوظائفه، و20% ممكن اكل الحاجات اللي احنا حتى بنقول عليها مضره، لان طول ما هي بتقنين وما هياش هي اللي كل اكلي كده زي اللي بياكل جانك فود طول النهار حاجات محمره طول النهار، عمري ما جسمي هينضر وعمري ما هخش في امراض. فدي مهم جدا الناس تعرفها. جميل. بعيدا عن الدارك شوكليت بقى، بالنسبه للشوكولاته العاديه اللي هي البني والوايت شوكليت او الشوكولاته البيضاء، هل الاثنين نفس التاثير؟ لا، الشوكولاته البني احسن لان فيها كاكاو، فالكاكاو فيه شويه فوائد، قلضوا انها فيها كميه دهون عاليه وكميه سكر عاليه، بس برضو فيه شويه كاكاو. الشوكولاته البيضاء ما فيهاش كاكاو خالص، ما فيهاش اي. عباره عن ايه دكتور؟ طيب عباره عن زبده ولبن بس. دي الشوكولاته البيضاء. السكر بيكون زايد كمان. زبده ولبن بالظبط كده، زبده ولبن بس، فدهون وسكر بس. فالشوكولاته البيضاء خاليه من اي فوائد غذائيه. الشوكولاته اللي هي الميلك شوكليت نقدر نقول فيها شويه فوائد غذائيه من شويه الكاكاو الموجوده فيها، اكوردنج برضو طبعا لتصنيعها. يعني في انواع شوكولاتات فيها نسبه سكر ودهون اعلى من الثانيه، فدي برضو مهم جدا، ويمكن كنت بعلمها للناس وبعلمها للناس في العياده، ازاي نقرا الحقائق الغذائيه اللي بقت بالقانون مكتوبه على كل البرودكتس الموجوده. ايفن دلوقتي بره على محلات في محلات الجانك فود جوه واحنا بننقي من المنيو بيكتبوا الخصائص الغذائيه، عشان لو حد مريض كوليسترول، حتى مريض يبقى معروف نسبه الملح، نسبه الدهون اللي فيها قد ايه، نسبه النشويات اللي فيها، حتى نسبه البروتين اللي فيها. فبره دلوقتي ابتدت تبقى موجوده بالقانون في محلات الجانك فود بالذات. معظم كمان المنتجات الحقيقه عليها. طب بما ان احنا بقى في موسم الكيكه، ف يعني الشوكليت لما بتخش الفرن او بتخش المايكرويف، شازلي بجد قاعد انا قلقان شويه، مهتم جدا بالموضوع عشان نتكلم عشان الموسم بس. هل ان هي بتتعرض للتسخين ده بيقلل من فوائدها او من قيمتها الغذائيه؟ ده اللي كنت بقوله في تصنيع الشوكولاته بصفه عامه، ان تعرضها للحراره العاليه وتعرضها للتصنيع بيفقدها كتير من عناصرها الغذائيه دي، فعلا يعني بتحصل.
لكن الشوكولاته لو دخلت في تصنيع اي حاجه، يعني دخلت مثلا بعض الناس بياخد الشوكولاته مثلا ويحطها في قلب فنجان القهوه مثلا، هل يقل ضررها شويه ولا نفس الضرر برضو او نفس التاثير؟ نفس التاثير. هي نفس التاثير، هي بس وجودها في الكيكات او في المشروبات او في الحاجات دي ديبندز برضو على نوع الكاكاو، وديبندز هو برضو يعني انت الكيكه معاها ايه، معاها كميه دهون، الدهون عامله ازاي، معاها سكر قد ايه، معاها دقيق قد ايه، كل دي حاجات مش هتخليني استفيد بقى بمعلقتين الكاكاو اللي انا حطيتهم. ده للناس، مش عايزه الناس، الناس عامه صحيح بصفه عامه مش في مصر، في كل العالم بتمسك في كلمه ده مفيد ده صحي، فبتابيوزت او بتاخده بصوره مش صحيه. الاعتدال هو الحل او هو المفتاح اللي يخليني اقدر اخد اللي انا بحبه من غير ما اضر صحتي. صحيح. بنشكرك طبعا جزيل الشكر دكتوره مروه نوح استشاري التغذيه العلاجيه، شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا. ميرسي يا دكتور. ميرسي. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات، هنكون معاكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 7 ل 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.